بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، في القيروان وفي باجة وفي تلمسان وفي فاس ومكناس ونواكشوط وفي داكار وأديس أبابا، في أسمرة، في جيبوتي، في بغداد، في إسطنبول، في أنقرة، في باريس، في موسكو، في كييف، في مانشستر، في ويمبلدون حيث تجري الآن منافسات بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، أينما كنتم في كل أنحاء العالم أهلا وسهلا بكم جميعا إلى سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين في تاريخ الإسلام وأحد أعظم الحكام والقادة في تاريخ الإنسانية كلها. وفي بداية الحصة كالعادة أهديكم عاطر السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن ضمن برنامج الحوار الصريح. هذه الحلقة هي الحلقة رقم 14 في عرض سيرة الخليفة عمر بن الخطاب، وهي تأتي في الجزء الثاني من هذا العرض. كنا بدينا ب 12 حلقة في البداية في عرض سيرة الخليفة الراشد، ولم نتم عرض ما جرى في عهده خاصة لما أصبح حاكما للمسلمين. الجولة الأولى انتهت وهو يعني يحرر مناطق في شرق الوطن الإسلامي حاليا في العراق وفي فارس وفي آسيا الوسطى كما نسميها الآن، يعني مناطق أذربيجان وغيرها. والآن نتحدث عن بقية أيضا التغييرات المهمة الاستراتيجية التي جرت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، والتي جعلت من دمشق، من الشام، من مصر، من اسكندرية، من برقة طرابلس، أيضا كلها أجزاء من الوطن الإسلامي. حديثنا اليوم مهم لأنه تعرفون أننا نتحاور الآن إن شاء الله إذا دونت هذه المحاورات كما نأمل ونشرت وربنا سخر ويسر وقرأها الناس بعد مئات السنين، نحب نذكرهم أننا ندير هذه الحوارات والعراق تحت الاحتلال، تحت الاحتلال الأمريكي. الأمريكان يقولون إن التحدي الأكبر بالنسبة لهم هو بالإنجليزي يقولوا winning hearts and minds، كيف نكسب القلوب والعقول في العراق حتى يعني ينجح الرهان الأمريكي في العراق. الحلقات هذه مهمة جدا أيضا لإخواننا في الإنسانية الأمريكان حتى يعرفوا كيف تكسب القلوب والعقول، لأنه في مظاهر شبه الآن سوف نتعرض إليها، وجيوش عمر بن الخطاب والقادة الذين كانوا يعملون تحت أمرته تتحرك في الجغرافيا ما يسمى الآن بالشرق الأوسط، وهو قلب العالم في الحقيقة. الشرق الأوسط بالنسبة لمن؟ بالنسبة لواحد قصي بعيد يظن أن المنطقة هذه بتاع الجزيرة العربية ومصر وغيرها هي الشرق الأوسط، هي الحقيقة وسط العالم تماما، وبها هي ينبغي أن يحسب الشرق ويحسب الغرب. نرجع، قلنا مهم لإخواننا في الإنسانية الأمريكان ولهم أصدقائنا وعنا بهم علاقات قوية كعرب وكمسلمين أن أيضا يشوفوا تجربة عمر بن الخطاب والقادة اللي عملوا معه، كيف تستطيع أن تدخل البلدان فينظر إليك الناس بالفعل كمحرر وليس كمحتل، ويصبحوا في سنوات معدودة معك ومن جندك ومن قادتك من دون أن تضطهد الناس، من دون أن ترغمهم على تغيير دينهم، يعني حاجة تشبه المعجزة. ونحن الآن ندخل في هذا الموضوع اللي هو موضوع تاريخي مهم، فلسفي مهم، ديني مهم، نتناوله اليوم في برنامج أساسا إعلامي ثقافي تاريخي غايته فهم الحقيقة دون انحياز، بموضوعية، بالأمانة العلمية، بالأدلة، بالشواهد، بالنصوص، وبرنامج يفتح الفرصة أيضا، يتيح الفرصة للناس حتى يتصلوا ويشاركوا بالتليفون، يطرحوا الأسئلة، يطرحوا تعليقاتهم، يراجعوا الضيوف فيما يقولونه في البرنامج. برنامج يعزز جهود قناة المستقلة وقناة الديمقراطية في إشاعة ثقافة الحوار، ثقافة التسامح، ثقافة القبول بحق الاختلاف، ثقافة احترام التعددية، ثقافة نبذ التعصب ونبذ منهج الإقصاء والإلغاء للرأي المخالف وللفكر المخالف وللدين المخالف، ثقافة الحفاوة بالتعددية التي جعلها الله سنة من سنن الاجتماع ومن سنن الكون. فإذا أنا رحب بكم الليلة إلى سهرة أخرى إن شاء الله من السهرات الجميلة في الفضائيات العربية ومن سهرات الحرية والموضوعية والتسامح.
والتعددية. هذه هي الروح التي نتطرق بها مرة أخرى إلى سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مع كل من الشيخ الدكتور محمد العريفي الداعية المتخصص في الشؤون الإسلامية الأكاديمية أيضا والأستاذ الجامعي وله مساهماته في وسائل إعلام فضائية أخرى، منشوراته، كتبه، دروسه، محاضراته، وهو يشارك معنا في هذا الجزء الثاني من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق أن شارك في الجزء الأول، وكان معه في ذلك الجزء الدكتور ناصر الحنيني، والدكتور ناصر معنا أيضا في هذا الجزء الثاني، وهو أيضا أستاذ العقيدة في وأستاذ المذاهب المعاصرة أيضا في الجامعات الإسلامية، متخصص في هذا الشأن وأيضا متخصص ومهتم ومعد جيدا لموضوع النقاش اللي هو سيرة الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب. أريد من المشاهدين الكرام أن ينسوا للحظة أوضاعنا الحالية، ينسوا ما أخبار العراق وينسوا أخبار فلسطين وينسوا أخبار أخرى تأتي من قمع ومن تعذيب في كم دولة عربية وغيرها، ويرجعوا معنا في رحلة إلى التاريخ، مع أن هي مش حتبعدنا تماما عن الواقع لأن احنا عاوزين نقارن دائما. نرجع إذن إلى الأعوام الأولى من تاريخ، مازلنا في العقود الأولى من تاريخ الإسلام، سنوات قليلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 632 تقريبا للميلاد، ضيف عليها يعني احنا حوالي الآن نحن في حوالي 640 للميلاد، الآن نحن في 2005 ميلادية، ونحن في حوالي يعني العام الرابع عشر الخامس عشر للهجرة النبوية الشريفة، وهناك قرار مهم جدا يتعلق بتحرك الجيوش الإسلامية في الشام اللي كان بدأ في عهد الخليفة الأول عمر بن الخطاب، وإحنا اليوم إن شاء الله نستعرض هذا مع ضيوفنا. ممكن أخذ معنا الدكتور الحنيني في البداية بعض النقاط المنهجية في التعامل مع الروايات التاريخية الخاصة بهذه المرحلة التي نتحدث عنها، وبعد ذلك سوف ننطلق في دور عمر بن الخطاب فيما يتعلق بالشام حتى نشوقكم أكثر للموضوع. نذكركم أنه في تلك الفترة كان خالد بن الوليد هو القائد المعين من طرف الخليفة السابق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مشرف على العمليات العسكرية للجيش الإسلامي في الشام، ومرحلة النشاط المباشر لسيدنا عمر في المنطقة ستبدأ باحتكاك قوي ومثير، نتعرض إلى تفاصيله بعد قليل. دكتور ناصر ودكتور محمد مرحب بكم مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله. السلام، الله يحييك، بارك الله فيك. مرحبا بكم في الاستوديو، مرحبا بكم في لندن. ودكتور ناصر أعطيني إذن بعض الملاحظات المنهجية في الروايات اللي نتعامل معها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أقول أحيي إخواني المشاهدين ومشاهدات ومستمعين ومستمعات، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. قبل أن ندلف إلى ذكر تاريخ الشام وما يتبعه بعد ذلك مصر وغيرها والفتوحات وما سبق، كثير من الناس يتساءل يقول نحن نقرأ في كتب التاريخ مثل البداية والنهاية مثل تاريخ الطبري وغيرها من التواريخ ابن الأثير وغير ذلك، نجد روايات كثيرة، كيف نتعامل معها؟ أولا أقول لإخواني أئمتنا رحمهم الله من العلماء لما دونوا هذه الروايات، ومما ميز هذه الأمة وحضارتها أنها قائمة على الإسناد والدليل. الإسناد يعني أخذوه عن شخص عن شيخي وعن شيخي حتى يؤدي هذه الحادثة، لأنه قد يأتي أي إنسان ويفتعل حادثة ثم يلصقها بإنسان له فضل ومكان سواء من الصحابة أو غيرهم، فلذلك اشترطوا في الروايات أن تكون صحيحة. لكن هنا أريد أن ننبه، لا نتعامل مع الروايات التاريخية مثل ما نتعامل مع الحديث النبوي الذي هو نأخذ منه الحلال والحرام، لا، لكن أن العلماء قالوا إن الرواية التاريخية لما تأتي إلينا سواء في السيرة النبوية أو من أتى بعده هي على نوعين. النوع الأول ما كان يتعلق بحقوق أشخاص، يعني هذه الرواية تقدح في سيرة هارون رشيد مثلا أو في عبد الرحمن الداخل أو في عمر أو خالد أو غير ذلك، هذه تتعلق بحق شخص لا بد أن تثبت، لا تقول فيه عيب أو منقصة إلا وعندك دليل على هذا ويكون ثابتا. لكن فيما عدا ذلك أحداث، والله مثلا عمر بنى الكوفة أو فلان بنى سورا، هذه ما يهم سواء صح السند أو كان فيه ضعف يصير، هذه تحتمل، فنفرق بين الروايات. أيضا قضية ثانية، أن بعض ما يروى هناك أشياء فيها كذب كثير، ولذلك ليس كل ما يأتي إنسان مثلا يقول والله أنا وجدت في كتاب كذا رواية كذا، نقول لا، بعضها كذب،
وقد نص الأئمة على أن فلان كذاب ولا يؤخذ من هذه الروايات. وأقول نتحرى خاصة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. كذلك أن بعض ما يروى قد يكون ثابتا، لكن يأتي إنسان ويكتب كتابا ويؤلف ثم يجعل هذه المنقبة وهذا الذي ثبت يجعله مثلبة. أضرب لك مثال، مثلا قضية عمر لما جاءت المرأة واعترضت عليه قالت يا عمر كيف تحد المهور، والله عز وجل يقول أنت إحدى المطر فلا تأخذ منه شيء، أتأخذون وبهتان وإثم مبين؟ فيرجع عمر يقول أصابت امرأة وأخطأ عمر. قالوا انظروا المرأة أفقه من عمر، يظن أنها منقصة. نقول لا، هذه أعظم منقبة، هي ثبتت لأن عمر رجع للحق. وهذا كما يقول من كمال عقل الرجل أنه يرجع للحق، لو لطفل صغير جاء ذكرك ترجع ولا تأخذك العزة بالإثم. فأقول بعض الناس يأخذ هذه الروايات ويقول هذه ثابتة ويريد أن يقول أنها في منقصة، نقول لا، هذه فيها مكانة وفضيلة لعمر وغيره. مع أنه كثير من الفقهاء يقولون أيضا أنه يحق للحاكم في أمور مباحة من هذا النوع إذا رأى المصلحة معينة أن يقيد استخدام. مثلا الآن في الخليج عندكم أنتم بالذات في بعض الأماكن أصبحت المهور فعلا حاجة تعجيزية للشباب حتى ينعوهم من الزواج تقريبا. فإذا اتفق الناس والأعيان هناك على وضع سقف للمهر، يعني يرجعوا لرأي سيدنا عمر هذاك الأول اللي تنازل عنه للمرأة، يعني هذه كلها من أمور مباحة. ولكن كما ذكرت أنت هي الناس يريدوا القصة دي كمنقبة، لأن الخليفة والحاكم يتواضع ويسمع من الآخرين ويرجع للحق إذا بدا له أنه الحق. نعم، أيضا هناك يقول بعضهم يقول كيف أنتم، الطبري يورد هذه الروايات بعضها وفيها كذب على الصحابة، يريدها الطبري، والطبري إمام من أئمة العلم. نقول الطبري رحمه الله لأنه إمام أورد كل ما يريده بالسند، فهو يقول أنا أحلتك إلى السند، والعلماء ينظرون في السند ويعرفون الصحيح من الضعيف، وكان هذه طريقة العلماء المتقدمين، لأن كل الناس يعرفون الأسانيد. نحن الذي أصبحنا فينا نقص في العلم لا نعرف نتعامل معها. قد يسأل سائل يقول لماذا يريدون هذه الروايات؟ نقول حتى يحذروا الناس ويقول انظروا هذه الرواية إذا جاءت هذا سندها وهذه كذب، فيعلم الناس أنها كذب. أيضا هناك كتب غير معتمدة في التاريخ، فيأتيني شخص يقول لي العقد الفريد أنا وجدت في قصة كذا وكذا وكذا، الأغاني لبلفرج الأصفهاني، هذه كتب أدبية للمسامرة لقطع الطريق، تأتي بقصة لكن لا تأتي تثبت بها تاريخ أمتك وحضارة تثبتها على كلام كما يقول مسامرة مجالس. نقول لا، ولذلك سواء السنة أو الشيعة أو غيرهم مثل الأغاني والعقد الفريد ينصون أنها غير معتمدة في التاريخ. هذه المقدمة أرجو أن نتنبه لها، ولعل إن شاء الله لنا كلام إن شاء الله في درس قادم أيضا فيما يخص الصحابة رضي الله عنهم كيف نتعامل مع مروياتهم وما ثبت عنهم. طيب قبل ندخل في موضوع إذن العمليين عن الشام وعن خالد بن وليد وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة، هل لديك ما تضيف إلى مسألة منهج التعامل مع الروايات دكتور العريفي؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. حقيقة أنا كنت سأذكر بعض النقاط لكن يبدو أن الدكتور ناصر جزاه الله خير أتى عليها ولا مزيد على ما ذكر، إنما يبدو أننا اليوم سنبدأ في الكلام حول الفتوحات. طيب إذن طيب أنا سأقترح اقتراحا، أيه بما أن لي وقت دقيقتين ولم أتكلم فيه، أنا أرى أن نربط الإخوة والأخوات بما سبق، نستعرض لمدة دقيقتين أو ثلاث الفتوحات التي سبقت ثم نقف على الفتوحات التي نحن فيها اليوم. طيب فما رأيك أن نمر عليها مرورا في ثلاث دقائق؟ على بركة. ذكرنا أن عمر رضي الله تعالى عنه بدأ يتوسع، فبدأ بالفتوحات في العراق وجهة فارس، فكانت هناك معركة القادسية، أمر المثنى أن يستنفر الناس فاستنفرهم فخرجوا، أمر سعد بن أبي وقاص على غزو العراق سنة 14 من الهجرة، خرج ب4000، ثم بعد ذلك جعل يزيد العدد في أثناء ذهابه إلى هناك، فكانت القبائل التي في أثناء الطريق تلحق بهم، وصل إلى هناك معه 7000 أيضا لحقوا به من القبائل، ثم اجتمع إليه عدد أكبر من ذلك لما وصل إلى مكان المعركة. أوصى عمر رضي الله تعالى عنه سعدا وصية جامعة مانعة ذكرناها في الحلقات الماضية، وفيها الأمر بتقوى الله عز وجل والإحسان إلى الناس والرفق واللين في التعامل معهم والبداية بدعوتهم من الإسلام وتقديم دعوتهم وإصلاحهم على حربهم. وصل سعد رضي الله تعالى عنه، كان معه بعض المرتدين الذين رجعوا إلى الإسلام، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد رأى أن لا يشتركوا في الحروب لعدم ثقته فيهم، ثم أشير عليه بأن يشتركوا في الحروب لكن لا يكون لهم مواقع قيادية، يشتركون من ضمن الجند، أما من كان قد ارتد ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام فلا يكون قائدا لأنه لم يمضي على ارتداده إلى زمن يسير، فكان يخشون منه أن يكون في القلب شيء أو أن يكون قد أظهر العودة إلى الإسلام.
عمر رضي الله تعالى عنه كان يتابع سعدا بالكتب في أثناء الطريق، وفي كل يوم يرسل إليه كتابا أو كتابينها، أين وصلتم، كيف الوضع عندكم، ونحو ذلك. تعددت هذه الكتب من قبل عمر، وكان عمر عموما في طبيعته هكذا خلقه الله، يحب أن يدقق على كل صغيرة وكبيرة. الناس يختلفون، النبي عليه الصلاة والسلام له منهج في التعامل مع القادة، أبو بكر له منهج في التعامل مع القادة، عمر رضي الله تعالى عنه له منهج أيضا في التعامل مع القادة. فكان يرسل كتابين أو ثلاثة يوميا إلى سعد، يقول أين وصلتم، ما المكان الذي نزلتم فيه، قبل لا تنزل في هذا المكان وتستقر أرسل إلي حتى أنا أعلم أين استقرتم، ونحو ذلك. فكان حريصا على أن يكاتبه. وصلوا إلى مكان المعركة، فأرسلوا إلى ملك فارس يدعونه إلى الإسلام ويناظرونه، أبى عليهم. بعد ذلك وصلوا إلى المدائن، قابلوا ملك الفرس يزدجرد، تكلم معه النعمان بكلام طويل تقدم معنا في الحلقات الماضية. بعد ذلك أمر فارس، أمروا رستما لأجل أن يقاتل العرب، وهو قائد الميدان نفسه. أما الملك فهو يزدجرد. جلس رستم على نمارقة، قابل بعض الصحابة، تناقشوا وياهم، هذا كله قد سبق معنا. لم ينتفع الفرس بالدعوة، بل استعدوا للقتال، وكان معهم قتال جديد يستعملون فيه الفيلة، معهم 18 فيلا في المقدمة والمؤخرة، ولهم طريقة جديدة في القتال لم يتعود عليها المسلمون. سعد رضي الله تعالى عنه كان يشرف على معركة القادسية لأنه كان مريضا، فلم يستطع أن ينزل إلى ساحة القتال. مضى اليوم الأول واليوم الثاني، وصل عدد المسلمين في اليوم الثاني إلى 30,000، جاءهم مدد من كل مكان. وجعل عمر رضي الله تعالى عنه يرسل إلى الأماكن الأخرى، إلى الشام، إلى غيرها، يقول أمدوا إخوانكم جهة العراق وفارس. فاجتمع هذا العدد الكبير، ثم جاءهم زيادة على هذا 30,000، جاءهم 4,000 أيضا. كان هناك بطولات كثيرة في أثناء هذا القتال، لكنها كلها تقدمت معنا. استمر القتال حتى اليوم الرابع. في اليوم الرابع نصر الله تعالى المسلمين وفتح عليهم تلك البلاد. بدأ المسلمون يتوغلون في بلاد فارس، وبدأت القبائل التي في الطريق، القبائل الصغيرة، لما رأوا أن فارس بدأت تسقط وأن المدن الكبرى بدأت تسقط وأن رستم القائد العظيم المعروف أنه انهزم أمام المسلمين، بدأت تلك القبائل التي يمر بها المسلمون بدأوا أصلا لا يعارضون المسلمين ولا يقاتلونهم منذ أن يصلوا إليهم. يعرض عليهم المسلمون الإسلام ويبينون لهم سماحته ويدعونهم إليه، فمنهم من يدخل في الإسلام ومنهم من يأبى ذلك فيلزم بالجزية. وقعت مواقع أخرى مثل موقعة جلولة وفتح تستر وسابور وغير ذلك، ثم نهاوند وهي ما تسمى بفتح الفتوح، كل هذا قد تقدم معنا. بعد ذلك بدأ الصحابة بعدما فتحوا العراق وفارس بدأوا ينساحون ويدخلون في بلاد العجم، بدأوا يتعدون ذلك، فوصلوا إلى همذان وإلى الري وإلى قوميس وجرجان وأذربيجان وإلى غزو الترك، وانتهوا من خراسان وإلى أصطخر وإلى كرمان وسجستان وإلى مكران، وبدأوا يغزون شمال العراق ينتهون منه ويدخلون في الأتراك. كل هذا بعدما سقط في الحروب الكبرى في القادسية وما بعدها بيسير، بعدما سقطت الرايات الكبرى من رايات غير المسلمين، بدأ عند ذلك كل من جاء بعدهم يستسلم أمام المسلمين، فلم يكن هناك قتال كبير. بعد ذلك وصلنا إلى ما يتعلق بفتح الشام، فتوح الشام ومصر وليبيا، وكيف كان المسلمون فيها يعني يمشون في طريقة قتالهم، في تقديمهم للدعوة، تقديمهم لنصح الناس، توجيههم. ولعلنا إن شاء الله تعالى نبدأ اليوم فيما يتعلق بفتح بعض المواقع في الشام إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا الشام من عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق بدأ التحرك باتجاه الشام، وخالد بن الوليد كان موجود من ذلك الوقت لأنه كان تحرك في الجبهة العراقية وثم إلى الشام. نذكر سادة المشاهدين أول حاجة بأرقام الهاتف والفاكس تكون أمامكم على الشاشة إن شاء الله، حنعطيكم فرصة عشان تشاركوا. اللي يحب يساهم معنا بالفاكس نقرأ ونستفيد من ملاحظاته بإذن الله. عندكم الإيميل طبعا، البريد الإلكتروني أيضا، تقدر ترسلونا أراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم على atv@almustaqilla.com.
أقول لكم يعني حاجتين في موضوع دمشق. الأول فقرة في وصف ابن جبير لدمشق، قال: دمشق جنة المشرق ومطلع نور المشرق وخاتمة بلاد السلام التي استقريناها وعروس المدن التي جلبناها، قد تحلت بأزهار الرياحين وتجلت في حلل سندسية من البساتين، وحلت ولا وحلت من موضع الحسن بالمكان المكين، وتزينت في منصتها أجمل تزيين، وتشرفت بأن آوى المسيح عليه السلام أو آوى المسيح عليه السلام وأمه إليها إلى ربوة ذات قرار معين، ظل أو ظل ظليل وماء سلسبيل تنساب مذانبه انسياب الأراقم بكل سبيل، ورياض يحيي نسيمها العليل، وامتدت بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصر. والشيء الثاني اللي يذكرك به من سيرة الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق، وهو ينفذ جيوش المسلمين لتمضي فاتحة محررة، ولازم تعودونا جهزوا الجواب على موضوع مسألة الفتوح نفسها. لو قال لكم واحد الفتوح هي حركة استعمارية تشبه يعني تحرك الإنجليز في القرنين الماضيين، ولا الأمريكان أنفسهم الآن في العراق، وربما إذا مشوا لبلدان أخرى حسب ما ينقال، كيف الفرق؟ أبو بكر الصديق كان يقول لجنده هم طالعين، قال لهم: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، إلا يعني جائع لازم تأكل. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، رهبان مسيحيين يتعبدون الله في صوامعهم، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. واحد حيقول له في الزمان ده: يا أخي احنا فاضيين الكلام ده، يا أخي احنا داخلين في حرب ومرض تقول لنا تذكر فينا لما ناكل ناكل بسم الله، ايه الكلام ده يا أخي؟ يقول لهم وهم ماشيين لأمر عظيم وجليل وتغير به مجرى التاريخ حقيقة، يوصيهم حتى في أداب الأكل: وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، هذوما الجيوش اللي متربصة بكم ومواجهة لكم، أولئك فقط تقول اخفقوهم، يعني هؤلاء فقط هم اللي تواجهوهم وتحاربوهم وتقتلوهم، اندفعوا باسم الله. فالعبارات هذه والوصايا هذه للخليفة أبو بكر الصديق تعطي ربما خلفية أيضا على الروح العامة التي تحركت بها يعني جحافل المسلمين. السؤال الأول، لكن ثم للدكتور العريفي نسأله عن التحرك باتجاه الشام، بداياته من عهد أبو بكر الصديق والتركيز على لما استلم الملف عمر بن الخطاب، لكن جاوبني أنت إذا قلت لك إيش الفرق بين الفتوحات والاستعمار؟ أنا أقول فرق بين كما السماء والأرض. أعطيني الفرق وردي. يعني التاريخ شاهد مكتوب الآن، وأنت تقرأ والمستشرقين يقرؤون والمسلم وغير المسلم يقرأ وهم مثبت. هذه وثيقة اللي أنت تقرأها الآن. أيوة. هي دستور المسلمين حتى في عهد عمر وحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعده. أقول انظر الآن الاستعمار الذي عانى منه الجزائر وعانى منه الشمال الأفريقي وعانى منه مصر، كلها تشهد بالمذابح التي كان كما قرأتنا في تاريخ الجزائر في عهد الاستعمار كان بعضهم يحرقون حرقا وهم أحياء بالعشرات. أيضا انظر ما حدث لما دخل نابليون إلى مصر وما حدث فيه مذابح مجازر. لكن هنا انظر هذا المبدأ النبيل الذي ينهى عن قتل أي شخص. الآن يا دكتور هاشمي تجد القنابل الحارقة التي تأكل الأخضر واليابس، يعني يذكرون الآن في العراق يقتل فيها أكثر من 100,000، وش ذنب الأطفال والنساء وغير ذلك الذي ليسوا مقاتلين. لكن انظر الفتوحات لا تقاتل إلا المقاتل، هذا مبدأ شريف، ما تقاتل أي شخص، لا تقطع شجرة مثمرة، لا تعقر نخلة، فهذا مبدأ. أمر آخر يقول لك الآن في الحرب المعاصرة، أنا أعطيكها يعني حتى الناس يشوفوا العجائب الدهر، الحرب الأخيرة العالمية الثانية اللي فات دي ماتوا فيها قريب 55 مليون إنسان. الألمان
قتلوا قريب 5 مليون يهودي بسبب الخلاف في الدين. الخلاف في الدين فقط، يعني أكبر مأساة حصلت لليهود في تاريخهم كله بسبب خلاف في الدين في أوروبا، مش في أي مكان عربي ولا إسلامي. صحيح. بعض الكتاب يقولون الآن في حروب قاعدين نشوفها في التلفزيون مدن كاملة تضرب، يقول لك هذاك منطق الحرب. نعم. وهو منطق الحرب نفسه، لا 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 تعقر نخلة، لا تقطع شجرة. ستالين في الجمهوريات قتل ما يقارب 20 مليون. إيه لا قاعد عمله صح. وحتى نقول يعني الإسلام لما يأتي بجيوشه على حدود البلد هذا إيش يعرض عليهم؟ أول ما يعرض عليهم الإسلام. طيب هو لو يريد القتل ليش يعرض على الإسلام؟ هو يقتل مباشرة. حتى إن أبى وقال لا أريد الإسلام لا يرغمه، يقول له تدفع الجزية هذه الأجرة حتى نحميك ولا نرغمك على ديننا. ثم بعد ذلك يأتي القتال. أيضا أنا أقول يا دكتور هاشمي، أي مبدأ يريد ينتشر لابد لهم قوة تسانده. الآن أمريكا تبشر بالنظام العالم الجديد، ألم تجعل قوات حلف الأطلسي لردع كل من لا يدخل المنظومة هذه؟ صح. قالوا أي مبدأ ينتشر لابد لهم قوة تسانده. نحن لما نقول في الإسلام أن هذه الجيوش هي تساند الإسلام حتى ينتشر، لماذا نوصم نحن يقال عنها همجية أو ربرية أو نحو ذلك؟ نقول لا، نحن جئنا بمبدأ سامي ونبيل لا يمكن ينتشر من غير قوة تحميه وتسانده حتى ينتشر بالعالمين. يعني هذا لعدها مقارنة تكون كذلك. يا أخي ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤال الآن، ما نية المستعمر لما يذهب إلى بلد يستعمرها؟ يعني ما نية الفرنسيين لما استعمروا الجزائر أو غيرها؟ ما نية البريطانيين الإيطاليين؟ ما نية هؤلاء لما دخلوا إلى بلد واستعمروها؟ وما نية المسلمين لما يذهبون إلى بلاد فارس أو إلى بلاد العراق أو يذهبون إلى الشام أو نحو ذلك؟ لا شك أن النية تختلف. لذلك لم يأتي المستعمرون في السابق ويستعمرون ديارا هي أرض مجدبة وصحراء قاحلة وقالوا نستعمرها، لا، لأنهم لن يجدوا من ورائها نتيجة. لذلك حتى الآن ما وقع من أمريكا مثلا في العراق، لأن العراق يسبح على بحر من النفط صار بالنسبة لهم لقمة سائغة، يعني مشهية يأتون إليه ويؤملون من بعده آمالا. لكن لم يتهموا بذلك بلادا ليس فيها مثل هذا الإغراء بالنسبة لهم. هذا شيء. الشيء الآخر، المسلمون لما يقاتلون غيرهم إنما يعيدونهم إلى الأصل الذي خلقهم الله تعالى له، وما خلقت الجن والإنس إلا لغاية واحدة إلا ليعبدون. مثلا لو جاء إنسان واعترض على الدولة التي تلزم جميع الناس بالتعليم مثلا، والأب الذي يمنع ولده من التعليم يسجن أو يعاقب، وتتتبعهم في البراري وتتتبعهم في الصحاري، وكل من لا يريد التعليم تأخذه وقد تعاقبه تلزمه بالتعليم. لو قال إنسان أنا ما أريد التعليم، نقول نحن أعلم بمصلحة المجتمع، مصلحة البلد، مصلحة الكرة الأرضية كلها، نحن أعلم بها منك، لابد أما أنك تتعلم أو نعاقبك. كذلك الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا على فطرة واحدة، عبادة الله وحده لا شريك له. لما يأتي الشيطان ويزين لبعضنا أن يعبد حجرا أو أن يعبد صنما أو أن يعبد النار أو أن يصرف نفسه إلى عبادة أي شيء من المعبودات الأخرى، نحن لما نأتي وندخل عليه ديارة نبدأ بإرجاعه إلى الأصل الذي خلقه الله تعالى له. نقول أنت أصلا إنما خلقت لأجل شيء واحد، أن تعبد الله وحده ولا شريك له، إما أنك ترجع لها العبادة أو نستعمل معك القوة حتى نرجعك للعبادة. مثل اللي يقول ما أريد أني أدرس، إحنا ندرسك بالغصب. ما أريد أني آكل، أريد أن أموت من الجوع، أكلك بالغصب. ما أريد أني أسر عورتي سأمشي في الشارع هكذا، لا، أنت تؤذينا بهذا المنظر، نلبسك ثياب بالغصب أو نعاقبك بهذا. فكذلك لما يذهب المسلمون إلى ديار فارس أو إلى غيرها، وهذا الكلام الذي قاله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكل من كان جاء بعده وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، كله يدل على عظم رحمة المسلمين بالآخرين. يعني تخيل الآن لما يدخل مع هذه الشعوب كلها ترك لها حرية أن تبقى على دينها إن أرادت. صحيح. ما في أحد طوعا دخلت، لأنه لا إكراها في الدين، ما يقدر حد يلزم من هؤلاء المسلمين جميعا ملة ولا شعب، لا المصريين ولا الليبيين ولا التوانسة ولا الجزائريين، أنهم يغيروا دينهم بالقوة. صحيح. كان عندهم الخيار، هذه كانت إمبراطورية صحيح قوية وفاتحة وعندها شباب وحيوية، لكن كان ممكن مقابل ضريبة معينة هم يبقوا على دينهم. أصلا ما يدلك على هذا دكتور، الآن الهند هل وصل إليها فتوحات إسلامية؟ الصين وصل إليها فتوحات إسلامية؟ شرق آسيا البعيد لم يصل إليه مقاتلون، لم يأتي إليه أحد من المسلمين أصلا، إنما دخلوا في الإسلام عن طريق التجارة، عن طريق مسلمين ذهبوا إلى هناك فرأوا من أخلاقهم ولطفهم وحسن تعاملهم وأمانتهم ما طبعهم عليه الإسلام، فدخل أولئك في الإسلام بناء على مثل هذا. طيب، حتى وصل إلى نسبة عظيمة. وعلى كل حال، وأكثر كمان من هذا، حتى من ناحية المعطيات التاريخية، نظل نعرف مرة أخرى بجهد صديق أخينا الكريم سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث، هذا أطلس الخليفة أبي بكر الصديق. أنا نعتذر للزيادة، ها، وهذه الطابق كويس.
والكتاب موجود في المكتبات. ولو تلاحظ هنا ما أظنش أنه هكون الصورة تبين الموجود، الصفحة هذه واضحة نعم لكم أنتم كمان لأنك تشوفوها أكثر. في الحقيقة هذه الأسهم الحمراء اللي من هنا تظهر تجمع مجموعة من القبائل اللي حشدها هرقل يعني زعيم الإمبراطورية الرومانية المسلمين. كان يحشد للهجوم على جزيرة المسلمين العربية. على جزيرة في الجزيرة العربية. طبعا الشام برضو يعتبر يعني الحدود متصلة بين الشام وبين منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة وين العاصمة اللي سميها في المدينة المنورة. فهؤلاء مجتمعون بالاتجاه الزحف والهجوم على الدولة الإسلامية. حتى في غزوة تبوك لو تذكروا كان الخبر وصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعني يجمعون للهجوم على المسلمين. حتى مرة لما كان في المشكلة بين بزوجات النبي والنبي عليه الصلاة والسلام غضب منهم لما راح واحد لعمر بن الخطاب يخبره كان يظن أن الروم جايين من فزع الرجل. فهؤلاء أيضا من ناحية استراتيجية الدولة الإسلامية كانت معرضة للاستئصال، كانت ما زالت هدف للأعداء وللإمبراطورية إحدى إمبراطوريتين رئيسيتين اللي في اللي على الشرق كانت محتلة العراق أيضا اندحرت عسكريا. والآن الخليفة أبو بكر الصديق لما رجع واحد من قياداته المشهورين من اليمن خالد بن سعيد بن العاص أمروا أن يجمع المسلمين والقبائل حتى يواجهوا هذا الخطر ويتحرك على جبهة الشام. وهذا كان القائد الأول. وخالد بن الوليد لما شفناه في الأول في التحرك في الساحة العراقية لما رجع من العراق وجهه الخليفة أن يذهب باتجاه الشام. هو في تلك المرحلة عينوا الخليفة أبو بكر الصديق قائد لجيوش المسلمين في الشام ليصد هذا الخطر. لكن اللي حيحصل أنه مش ليس فقط سيصد الخطر لكن سيجد أن الأرضية مهيئة لقوة التحرير هذه الجديدة. والآن نجي معاك للحديث في نحن الآن ندخل في الحركة نفسها حركة التحرير هذه نفسها. جيد. أصلا حتى في تعامل ملك الشام مع الرسول الذي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الرسول الذي أرسله. سبب معركة مؤتة التي كانت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رسولا بكل أدب ولطف برسالة إلى ملك الشام يدعو فيها إلى الإسلام. ذاك الرجل أخذ الرسالة ومزقه وقتل الرسول الذي جاء، وهذا كان عيب بكل المقاييس أصلا الرسل وأعراف الزمن معروف كل الرسل لا تقتل. بعد ذلك أرسل ذاك الرجل بعدها بفترة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مع رسول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها المعاوية رضي الله عنه كان بجانبه فقرأها ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل قال ما دينك؟ قال أنا نصراني. فقال هل لك في الإسلام دينك ودين آبائك وأجداء؟ وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معه فأبى عليه الرجل ثم قال صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت وضحك. وقال هل أحد منكم عنده جائزة نجوزه بها هدية؟ فقام عثمان أخرج إليه ثيابا صفرا ملاح وأعطاها لها الرسول. لاحظ الفرق، ذاك يقتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يأتي ويكرمه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. قبل أن نجاوز أنا سأعرض أيضا نعمل دعاية لكتاب المغلوث. الآن الفتوحات التي في فارس التي عرضناها قبل قليل، الفتوحات التي في فارس المدينة هنا كما يعلم الإخوة والأخوات لعلها تكون واضحة، المدينة هنا عند أو قريبة من البحر الأحمر جعلت الفتوحات تتوسع حتى دخلت نجد ودخلت البحرين يعني المناطق الشرقية وجعلت تتوسع حتى وصلت إلى ما وراء البحر إلى ما وراء الخليج العربي جعلت تتوسع إلى ما بعدها. هذه الجمهورية جمهورية كسرى التي تشمل إيران وتشمل العراق وتشمل أفغانستان الآن وتشمل الهند وباكستان وتشمل أيضا الجمهوريات الجنوبية من الاتحاد السوفيتي. هذه كلها تسمى كسرى، خرج إليها المسلمون وجعلوا يمشون إليها حتى احتلوا هذه المناطق. لما نقول اصطخر اللي قبل قليل ذكرناها ولما نقول بلاد الترك، بلاد الترك هنا هذه كلها، طبعا الترك لا يعني تركيا اللي في الشمال، بلاد الترك كل هؤلاء حتى الجمهوريات الجنوبية من الاتحاد السوفيتي كان يطلق عليها مثل هذا الإطلاق في السابق. المسلمون لما انتهوا من هالمنطقة، انتهوا من هذه المنطقة وهنا كانت حروب المدائن وغيرها، انتهوا من هذه المنطقة، بدأ المسلمون بعد ذلك ينطلقون شمالا إلى جهة فتوحات الشام كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب عزل خالد هي لا نحن لا نحن مش شوي عزل خالد دي برضو هي مهمة، هي مهمة جهة الإثارة، ولكن نحن نحكي عن هي مقدمة قبل الشام صارت. نعم الحدث كان قبل الشام. لا ما هو اصلا في عهد لا في عهد الخليفه عمر، في عهد الخليفه ابو بكر الصديق فتح اليرموك
حدث معركة اليرموك يعني اصلا مضبوط. فهو خالد بن الوليد قدم من العراق بامر من الخليفه ابو بكر الصديق، قال له خلي المثنى بن حارثه هناك في العراق وانت امشي باتجاه الشام، لان خالد بن سعيد اللي ذكرناه الان اصلا هزم يعني في منطقه، اقول لك عليها وين يا سيدي، في مرج الصفر. مرج الصفر جاءت جموع كبيره من الروم اوقعت الهزيمه بجيش المسلمين، مما اضطر خالد، هذا خالد بن سعيد بن العاص، ان يتراجع الى ذي المروه منسحبا. ما اقول لك كان في خطر على الدوله الاسلاميه، حتى المشاهدين يكونوا في الصوره، يعني كان في اي واحد كان في القياده وقتها في ذيك الدوله كان لازم يخاف ويامن نفسه، لان امبراطوريه عظيمه مستهدفه خاصه بعد بالشر. الرده كانت. فاذا لما امر الخليفه وقتها ابو بكر الصديق خالد بن الوليد امره قال له اترك العراق وتعالى على الشام. ولما وصل هناك بعد وصول قوات خالد الى بلاد الشام، وهذا في اطلس ابو بكر الصديق، امر الخليفه ابو بكر خالدا ان يتولى امر القياده فيها، حيث كانت قوات المسلمين موزعه في الاقاليم المخصصه لها، اما القوات الروميه فقد توزعت في ناحيتين، الناحيه الاولى على الساحل وهدفها ملاقاه عمرو بن العاص في ارض فلسطين، واما الناحيه الثانيه ووجهتها حمص وبعلبك ودمشق، والهدف من ذلك شل قوات عمرو بن العاص ثم الالتفاف حول بقية قوات المسلمين وتدميرها. لذلك قرر خالد بن الوليد أن تتجمع جيوش المسلمين في سهل اليرموك على أن يظل عمرو بن العاص في فلسطين لصد تقدم القوات الرومية تجاهه. يعني هذه التفاصيل مهمة على وطبعا معركة الموقعة اليرموك دي موقعة مهمة جدا فاصل وحاسمة، وهي انتهت بفوز المسلمين وهزيمة الروم، ولذلك هرب الروم بعد غزوة اليرموك إلى منطقة اسمها فحل، وهي منطقة قريبة من دمشق لكنها كانت أشبه مدينة عسكرية، ودمشق نفسها كانت مدينة حصينة جدا، حتى يعني أنها كان يقال طول السور في دمشق 6 أمتار والعرض 3 أمتار من ضخامته، وكانت حصينة جدا، وحولها طبعا نهر أشبه بالخندق يحميها. لكن قبل هذا فوجئ الناس بأنه بعد انتهى خالد من معركة اليرموك وانتصاره فيها، تفاجأ بالخطاب الذي جاء من عمر رضي الله عنه بأنه لأبي عبيدة خطاب أنك تعفي خالد من منصبه. وهنا احنا الآن يعني خلينا نخلص بس طبعا إذا عندنا كان معركة اليرموك، معركة أجنادين اللي هي برضو معركة كلها مهمة، مقدمة والمسلمين كانوا كلها كانوا كل المسلمين دائما عددهم أقل من عدد الجيوش الإمبراطورية الرومانية المتربصة بهم، ومع ذلك مكن الله للمسلمين كما يقول الإخوان هنا المؤرخين النصر العظيم على جيش الرومي بعدته كان قائد عمرو بن العاص وعتاده. وبعدين حاط المسلمون في بادي الأمر بدمشق التي استعصت عليهم، فترك خالد ما كان من مناهضة دمشق واتجه بثلثي الجيش تقريبا صوب مرج الصفر، حيث التقى مع الروم الجيش الرومي فيها، ودارت الحرب بين الطرفين، فآلت في نهاية الأمر إلى نصر مظفر للمسلمين، وكانت الهزيمة لجيش العدوان الحقيقة، الجيش اللي كان متربص، واللي طلع على الأطلس هنا يقدر يشوف الحقيقة التفاصيل بتاع جماعها الأخ سامي بخرائط حقيقة مبينة ومبسطة، يقدر يشوف فين بالضبط كانت الجيوش القادة المسلمين، سواء كان جيش أبو عبيدة، جيش خالد بن الوليد، جيش شرحبيل بن حسنة، جيش يزيد بن أبي سفيان اللي كان أيضا من قادة الخليفة أبو بكر الصديق، وينظر التحرك في هالاتجاه. خالد بن الوليد كانت يعني اليرموك والمعارك الأخرى اللي كانت تحت قيادته هناك انتصر فيها، يعني في تلك المرحلة أصبح تقول مثلا زي يعني صيته وسمعته قائد الأركان كلها، والنجاحات التي أجراها الله على يديه جعلت له مقام يعني عظيم عند الناس. هو الخطط الحربية والحنكة في الحرب هي تجري في دمائه وعروقه رضي الله عنه. مظبوط. وكما سموه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلم، بل هو كان قائدا قبل إسلامه. هو كان قائد عظيم قبل إسلامه. أصلا الهزيمة الوحيدة الحقيقية اللي لحقت بالمسلمين كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. بتدبيره هو. فإذا بعد ذلك في هذه المرحلة العسكرية الحرجة جاء الخبر بوفاة الخليفة الأول أبي بكر الصديق، وتولى عمر بن الخطاب بالخلافة، فماذا كان يعني أمره في الشام؟ نعم، أول ما أمر طبعا عمر بن الخطاب يعني وجاء خبر أجنادين، وبعد ذلك راسله
في الحقيقة قبل هذا راسله قوات وقالوا له لا ندري أن نذهب إلى دمشق أم إلى منطقة أخرى وهي مدينة هذه فحل اللي ذكرناها، هل نبدأ بها أم بدمشق؟ فأشار عليهم عمر قال أرى أن ترسلوا جيوشا إلى فحل وإلى حمص وغير ذلك حتى تؤمنوا ظهوركم، وثم تتجهون إلى دمشق وتبدأوا بدمشق لأنها معقلهم وهي حصنهم الحصين، فإذا تم لكم النصر فبها ونعمة. ولكن قبل هذا التمهيد هنا جاء قضية عزل خالد عن إمرة الجيوش، لكن ليس عن أن يكون أحد القوات، لا هو جاء عزل وأن يكون قائد القوات كلها، ولذلك قيل أنه جاءه عزلان. العزل الأول كان سنة 13 الهجرية. أيوة. هنا قاعدة يقول انفكها عمر، المؤرخين قالوا لماذا عمر بادر بعزل خالد؟ خالد وهي طبيعة القائد الشجاع أن يكون شديدا، لا تأخذوا له مثلا، يعني ليس فيه رقة، ينبغي أن يكون وقت الحرب فيه حزم وشدة. فعمر خشي قال أنا شديد وخالد شديد، لا يمكن، نريد الرحمة بالمسلمين. فاختار أبا عبيدة قال لأنه رجل لين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت فيه الصفتان، قالوا نبي الملحمة ونبي المرحمة، وقالوا أنه كان الضحوك القتال. أراد عمر أن تكون في هذه الصفتين، وأبو بكر وعمر كانوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يمثل اللين وهذا الشدة. هذا الاعتدال هو الذي جاء في القرآن، أشداء على الكفار رحماء بينهم. المؤرخين قالوا أن عمر كان فقيه وقال ما يصلح، أنا وخالد سوف ننهك المسلمين، قد نرهق المسلمين بقوتنا. وين لقيت مصدرك فريوية؟ أنا ما لقى، أنا لقي خلاف الحق يعني صراحة. لا هذا مما قالوه فيما أولوه، لأن أجيب لك كلام هنا أشوف أفتش، لأنه أنا الآن إذا كان نرجع نرجع لروايات الإجماع عند الدكتور الصلابي. لا هذا الصفحة، هذا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام إيش قال؟ صفحة 444 لو تحب تشوف. نعم. شوف على أنه من عهد أبو بكر الصديق سيدنا عمر كان معترض على، يعني يقول للخليفة. هذا من ضمن الأسباب، أنا مجيت هذا السبب الأول. أنت أخذت واحد بس. لا واحد، أنا بس شوي عليك. تكمل. إيه نعم. أنا فكرت هذه الرواية اللي لكن قدمت. لا أنا أروي لك كلام شيخ الإسلام هو إيش يقول؟ يقول لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة، وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه اللين ليعتدل الأمر. ثم قالوا لهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد، وكان عمر رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة عامر بن الجراح، قال لأن خالد كان شديدا كعمر. هذا تأويل. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات، يقول تؤيد هذا المنهج الوسط، وهذا فقه عمر، هذا سبب من ذكره. السبب الثاني قصة حدثت في عهد أبي بكر رضي الله عنه. أيوة. وأن مالك بن نويرة هذا كان من سادات بني تميم، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، وكانت بنو تميم تعرف كانوا في شبه الجزيرة. بس قبل ما تحكي القصة دي بس لحظة. نعم. أقول لك هذا الرواية اللي مرجحها الدكتور الصلابي وأنا يعني أميل لها. نعم. وبعدين نشوفه يعني قبل ما تحكي تفاصيل القصة دي. نعم. اللي محتاجها اذا حترويها حنحتاج فيها تفصيل، يعني ممكن ناخذ فيها الحلقه كلها اللي حتى إيش؟ حتى لا يظلم فيها لا اشاره لحظه بس انا اقول لك الروايه بتاعت كان الفاروق قد اشار على الصديق، يعني عمر الخطاب اشار على الخليفه ابو بكر الصديق. نعم. وهو وزير من وزراء مستشار مستشاريه، قال له اكتب لخالد قل له ان لا يعطي شاة ولا بعيرا الا بامره، يعني حتى امور تفصيليه في السياسة هناك قضية إدارية في الإدارة. نعم. قال له حسب رأي سيدنا عمر أنه حتى هذه لازم يكون الخليفة على علم، لأن الحقوق يخاف منها. فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك، فكتب إليه خالد بعث له جواب في احترام وتقدير، لكن قال له إما أن تدعني وعملي، يعني فوضني، هذا ضمن صلاحياتي، أعطيني تفويض صلاحيات، وإلا فشأنك وعملك. عمر الخطاب رضي الله عنه قال الخليفة أنا رأيي تعزله. نعم. أبو بكر الصديق قال لا أنا ما حعزل، هذا قمع الردة وفتح الفتوح ليس مثله. فيعني قال هذه بالنسبة لي بسيط، خليني فوض هذا وفي صلاحياته. وأنا لكن لما تولى من خطاب الخلافة كان كما زي ما شرح الشيخ العريفي في أكثر من مناسبة رسائله مستمرة للقادة تبعه، يعني حريص ومتابع ويطلب أن يستشيروه في أمور كثيرة، حتى وين يخيموا وين يعسكروا. جوه الناس من العراق شافوا وجوههم كده مش كويسة، ما عجبتهمش قال لهم انتقلوا بهم إلى مدينة أخرى تحفظ صحتهم. فهو قال يعني كان اعتراضه على صلاحيات خالد بن الوليد واحد من الاعتراضات على كل حال. في نقطة أخرى أنه قال اعترض على أمور سيدنا خالد، كان يعني يسترضي ربما في باب تأليف القلوب وجهاء الأشعري الكندي، أي وجهاء، وعمر بن الخطاب يقول ما كان لازم يسترضيهم. لكن أنت الآن تشير إلى قصة ثالثة.
نعم لكن إتمام لهذه إيه؟ وقال إنه المؤلف قلوبهم قال نحن الآن أصبح الإسلام عزيز ما في داعي نتألف أحد هذا رأي عمر ولذلك جاء في الإصابة قال عمر إني ما عتبت على خالد إلا في تقدمه وما كان يصنع بالمال بنص طبعا عمر هذه قصة مالك بن نوير هذا كان من سادات بني تميم وكان مسؤول عن الصدقات لما ارتدت العرب وظهرت المرأة اللي تسمى سجاحة دعت النبوة مالك عمل معها صلحا ولم يرتد من باب أنه يأمن على بني قومه فلما جاءت جيوش خالد مريد وهزموا المرتدين لما جاءوا ديار مالك بن نويرة يقول أبو قتادة وهو الصحابة معهم قال سمعتهم يؤذنون ويصلون فداهمهم خالد فقال أبو قتادة أنا سمعتهم يؤذنون ويصلون كيف تقاتل وقال أنا ما سمعت فاجتهدوا فقتل مالك بن نويرة لما رجعوا إلى الخليفة أبو بكر واحتكموا إليه أعطاه الدية وقدم حسن الظن قال مدام شهد أنه مسلمين وعاتب خالد خالد غير متعمد هنا قال عمر قال بما أنه قتل خطأ ينبغي أن يعزل وأصر عليه فقال أبو بكر لا كيف أعزل الرجل قال له من حوله أبو بكر كيف تعزله وهو الذي فتح الفتوح والذي فعل كذا هذا من الأسباب كذلك قالوا وهي وردت صريحة في العزل الثاني في قنسرين هذه في سنة ما احنا ناخذها حبة حبة بعد أحسن نمشي بالترتيب نعم. لا هذا يعني الأسباب ما حكيناش تفاصيله كيف جاء العزل والرسالة ما هي دي كلها أمور عايزين نرويها نعم للناس نعم أنت خلاص عزلت وانتهى الموضوع وتحكينا لنا في ما في حد ما عاوز يحكي القصة بالتفصيل كيف ما في وصل ما الخطاب يعني خلي واحد منكم الآن يكون قائد زي في خالد زي موقع زي في وزن خالد الوليد وعمل كل هالانتصارات كيف سمع بالخبر نعم كيف جت المسألة كيف عينوا ما ده كله لازم نعرفه ولا انتوا عاوزين تحكوه لا ما في شيء تحبش تحكيه يا شيخ لا لا ممكن نقوله لا هو الكلام لانه الاخ الدكتور ناصر عزل خالد بن الوليد وانتهى منه لا لا انت وجاي لعزلته الثانيه كمان السبب ده الموضوع بينما الحقيقة القصة نفسها فيها يعني فيها حلاوة وإثارة عظيمة لو اليوم يا أخي أثر الرجال وفصل المسألة أبو عبد الله ما دام إنك لأن الدكتور ناصر بحثها بحث طويل حقيقة وراجع لعدة مراجع فأنا عندي فيها بعض الكلام لكن ليس مثل تفصيل لأنه هو بعث طبعا للوالي تبعه للمرشح الجديد تبعه أنا عاوزكم تشوفوها وإلا يعني حاخذ شوية تليفونات لحد ما أنتوا نحن يعني هو بعث لأبو عبيدة وكتابه لأبو عبيدة كتاب عظيم لازم يقرأ بالتفصيل وأبو عبيدة يعني عنده الخبر ولسه ما خبر خالد بن الوليد وخالد حيسمع للناس وهل حتقوم مثورة هي حكاية لعبة هي سهلة صحيح. وخالد بن الوليد عزله سهل يعني لا ما ممكن انت شوف بعض كثير من الحكومات العربية انقلب فيها الحكم لأنه عزل شخص باكستان كيف حصل لهذا أخونا الرئيس الحالي ده انقلب عزله نواز شريف نعم. عزله هو كان في الجو بعدين ما خلاش طيارته تنزل قال لهم ادوه بالطيارة لمكان تاني بسبب الحكاية ديك راح انقلب عليه نزل الطيارة وهو والجيش وانقلبوا على نواز شريف اللي اظنه الان مقيم عندكم في السعودية ولا في ابو ظبي ولا مش عارف وين يعني هم العساكر دي مش سهلين يا دكتور ناصر على كل حال حد ما جاهز يعني نحب كمان نذكر السادة المشاهدين باننا نستعرض الان سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ونتحدث بالذات عن المرحلة الخاصة بفتح الشام يعني في عهد عمر بن الخطاب وعاوزين نعرف كيف الآن كيف تعامل عمر بن الخطاب مع القائد الأسطوري من قواد الإسلام اللي هو خالد بن الوليد اللي حصل أنه زي ما قلنا إذن في عرض مجموعة من الأسباب أشهرها أنه عمر الخطاب قال للناس أنا أقول لك يا في الصفحة 445 من كتاب الأخ الدكتور الصلابي العالم الليبي باحث الليبي المعروف يقول أن عمر الخطاب قال للناس أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعمل ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما علي أنا أجيب أحسن واحد أظن فيه الخير وأقول له أنت الوالي في المحل الفلاني كفي هذا قالوا نعم والله بارك الله فيك ما قصر قال لا حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا فلذلك يعني هنا القصة بتاعت أنه هو حريص يتابع حتى تصرف الولاة ويعتبر نفسه مسؤول عنهم ولذلك هنا يجي التذكير بأن عمر لما ولي الخلافة كتب إلى خالد قال ألا تعطي شاتا ولا بعيرا إلا بأمري فكتب إليه خالد إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك بعملك فقال عمر ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فلم أنفذه فعزله ثم كان يدعوه إلى العمل
فيأبى إلا أن يخليه يفعل ما يشاء فيأبى عليه. فعزل عمر لخالد من وجهة سياسة الحكم وحق الحاكم في تصريف شؤون الدولة ومسؤوليته عنها طبيعي أن يقع كل يوم مثله في الحياة. المهم يعني أنا عاوز أسألكم إذا كان تمرد خالد بن وليد ولا ما تمرد في العزل هذا؟ العتب على أبي عبيدة قال يعني كيف أنت ما أخبرتني من أول ما أتاك الخطاب؟ فقال إني استحييت منك. يعني حتى أبو عبيدة يقول كيف يعني أنت سيف الله المسلول وأنت كذا، وكان كل من متواضع. لكن خالد بن وليد التاريخ أيضا يشهد أنه حتى بعد عزله انضم وقاتل واستمر كما هو حتى جاء العزل الثاني أيضا ولم يعني. طيب أنا على بال ما هذه كل الصفحات فيها التفاصيل راح نحكيها، قصص جميلة وكيف أمر العزل. لكن الأخت صباح متصلة بينا في التليفون، راح أخذها في بعض المكالمات. الآن عندنا حوالي ساعة تقريبا في الحديث، ونعود ونواصل عبال ما نأخذ التفاصيل المثيرة دي شوية. الأخت صباح السلام عليكم. أخت صباح تفضلي، الكلمة لك. ألو. مرحبا يا أختي، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدينا يا أخي دكتور الهاشمي، أولا أحييكم وأحيي الضيوف. لدينا يعني نقطتان، أولا يعني اقتراح، ثانيا هو طلب. نعم. الطلب يا دكتور، يريت يعني البريد الإلكتروني يريت يكتب يعني على الشاشة، لأنه نحتاجه كثيرا، نحتاجه لأنه بصعوبة نصل إلى يعني نصل إليكم عبر التليفون أو على الشاشة. لأن شايفاته. طيب ثاني شيء يا دكتور الهاشمي، أرجو يعني أنا سمعت بالأمس الإخوة المداخلين كانوا يعني يطالبون بأنه أي أحد يدخل في يعني في من خلال يعني البرنامج لا يعطى الفرصة لو كان عنده أي شيء يعني ضد عمر رضي الله عنه. وأنا أرى حقيقة يعني، وإن كنت يعني وأيدهم، لكنني أرى بأنه لأنك أنت متألق ولا تأتي إلا بالمتألقين أمثالك، أرى أن يعطوا الفرصة يعني ثم يعطى الضيوف الكرام الفرصة للرد عليهم. يعني أحيانا يثيرون شبه من باب التلبيس على الناس، ونحن نحتاج حقيقة إلى من يوضح وإلى من يرد هذه الشبه. وأعتقد أن الدكتور ناصر الحنيني ومحمد العريف قابلين على رد هذه الشبه، لكن أرجو أن يعطوا الفرصة كاملة حتى لا يلبس على الناس. وشكرا جزيلا لكم يا أختي. طيب يا أختي بارك الله فيك، تسلمي، الله يحفظك، وإن شاء الله تجدين ما يطيب خاطرك إن شاء الله. الأخ عبد الله أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا، وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، أنا عندي منك عتاب، يعني عتاب أخوي، فأرجو أن يكون صدرك وسيع، لأنك أنك تخلط السم بالعسل، فعمر هو عسل، وتخلط السكر بالملح، فأرجو أن يكون صدرك وسيع. أولا عندما تأتي تتكلم عن إيران، أنا أحمد نجادي، أنه يكنس الشوارع، فكما تعلم أنا في إيران يعني ما وجدت مسجد لأهل السنة، وأين الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؟ إحنا ما نغير، يعني إحنا ذكرنا عن زعيم في بلده يمشي يلبس لبس الناس الغلابة ويمشي معاهم ويختلط بهم، يعني مش معقول يكون واحد من إيراني راجل ابن الشعب ويمشي مع الشعب. ميزة هذه ليه؟ شو العيب اللي فيها؟ العيب انهم هؤلاء يعني لا مش معقول، عشان احنا لو انت لو عندك خلاف مع، يعني انت لو قلت الان اسرائيل نفسها، نعم، وشفت ان القضاء الاسرائيلي يحاسب رئيس الوزراء ويحاسب اولاده ويحقق معهم على الملأ وعلى العلن، يا اخي نقطة قوة، ماشيين سنة من سنن الله في العدل وفي الاجتماع وفي محاسبة الحاكم وغيرها. طيب. يعني ما لازم انت يعني عندك خلافاتك السياسيه الاخرى. طيب. وما لازم تنطلق دائما من باب الكراهيه، احنا والايرانيين اخوان اصلا كلنا. طيب استاذ محمد، الان الرئيس بوش يحكم امريكا وهو اقوى دوله يدعو الى الحريه وحقوق الانسان والديمقراطيه. هي. بينما تسمعني ولا لا؟ لا نسمعك. طيب يعني ضرب القوانين الدوليه وقتل مئات الالاف بل ملايين من الناس، فماذا انا على كل حال الان توصل انت الان طلعت بنا من جو سيدنا عمر الى في امريكا نفسها في معارضه في رأي عام وفي صحف تتكلم وتحكي. زمان الرئيس كلينتون كان في يوم من الأيام ضارب بلدين بالصواريخ، وهو في نفس اليوم ماشي لمحكمة حاكمه وتحاسبه. وين ممكن محاسبة حاكم الآن من حكام الإسلام؟ وين تشوف المشهد تبع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وهو واقف مع خصمه المواطن اليهودي في الدولة الإسلامية، والقاضي يحكم للمواطن اليهودي على الخليفة، خليفة المسلمين؟ ما هي أمور كثيرة في العالم الآن ماشية خارج العالم الإسلامي على سنن الإسلام وليس في بلادي. على كل حال أشكرك على اتصالك، لأنك هذا موضوعات كثيرة برا المناقشة. الأخ فواز في البحرين
أهلا وسهلا بيك الأخ محمد. إذن يلا الأخ محمد فواز راح أخذته، يبقى الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أخ محمد. وعليكم السلام. سلامي للأخوة العريفي والجميع. إذا يمكن، أنا قبل فترة قريت بأنه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لم يكونوا شلون يقول مثل ما يقال ليس لم يأتوا بشورى، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش. بس حبيت أعلق على هذا الموضوع إذا أمكن. النبي عندما قال الأئمة من قريش، هذا كان يعني بأنه النبي لا يعلم الغيب، وإنما علم من الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأنه الأئمة سيكونون من قريش، مثل ما أوحى إليه بأنه حسن عليه السلام سيكون صلحة مع معاوية، عندما قال أن هذا ابن سيد وعلى الله يصلح به بين فئتين مسلمتين عظيمتين، وعندما علم باستشهاد الحسين عليه السلام. فماذا رأي هو السيد عريفي والأخ الأخ؟ طيب شكرا جزيلا. تسلم يا أخي محمد، بارك الله فيك. سجلوا عندك من الملاحظات نجي بعد شوي. الأخ عامر في الكويت، مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا بك. كيف حالك شيخ؟ طيب الحمد لله بخير، الله يحفظك. يا مرحب. بخصوص الفتوحات الإسلامية اللي تقدمت، نعم، هل هي كانت المبادرة في الحروب، أو كانت الحروب، أو كانت في يعني تخطيط أو مهاجمة ضد الدولة الإسلامية اللي ممثلة في العصر الأول في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ثم في حياة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ يعني كان في مخططات ضد هذه الدولة الإسلامية الفتية الناشئة كدعوة إسلامية؟ جزاكم الله خير. تسلم. طبعا الأخوان حيجيبوكم التفصيل. بالنسبة لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنت عارف أنه 13 سنة في أهله ضايقوه وضايقوا أصحابه وقتلوا منهم، وهو نفسه كان مخططين لقتله. في النهاية هاجروا الهجرة الأولى كثير منهم للحبشة، وبعدين الهجرة الثانية للمدينة. وتذكر لما حاطوا بهم في السنة السادسة للهجرة، وكانوا مع غطفان ومع قضايا أخرى، وحاولوا يستأصلهم تماما من الوجود. يعني كانت معجزة إلهية أصلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه استطاعوا في النهاية أن ينتصروا ويحافظوا على كيانهم ويدخلوا مكة فاتحين. لكن التوسع بعدين إن شاء الله في الجواب. الأخ عبد العزيز متصل بينا من اليمن. يا مرحب يا سي عبد العزيز، حياك الله. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله دكتور محمد، أنت وضيفيك الكريمين. الله يحييك. تفضل، ما تعليقك أو سؤالك أو مداخلك؟ رضي الله عن سيدنا عمر هذا العظيم الذي كله إيجابيات، لأنه من تربية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غيره من عابد صنم ودفن ابنته حيا إلى أن جعله قائد سياسي واجتماعي ورباني في كل الجوانب. اشتي أقول كلمة، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بغيره من الصحابة في وقته آنذاك يعني في عهد سيدنا علي بن الخطاب رضي الله عنه، أتى أحد إليه فقال له، يلا ما تسمعش، لا تستمع للتلفزيون لأنه سيدنا عمر خالية. اسمعني كويس، اسمعني من التليفون ووطي صوت التلفزيون حتى يكون صوتك واضح للناس. حياك الله دكتور محمد، حياك الله. طيب كانت المحاكم، أتى رجل إلى عهد سيدنا علي بن الخطاب فقال له، كانت المحاكم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب خالية. قال له سيدنا علي، كان سيدنا عمر بن الخطاب واليا على مثلي، أما اليوم فأنا والي على أمثاله. أشتي أقول بأنه يعني كل الحكام، مثل ما تقدمت يعني قدمت أنت للبرنامج في البداية، كل الحكام يحبوا يعني كلهم طيبين وكلهم يعني حسن الظن فيهم، وكلهم يحبون أن يكونوا مثاليين وأن يكون شعوبهم من أغنى الشعوب، لكن مشكلتهم نقدر نقول في اختيار البطانة، وفي سوء اختيار البطانة لم يستفيدوا من العلماء الورعين
الذين قال الشاعر فيهم إن الملوك لا يحكمون على الورى وعلى الملوك لتحكم العلماء. طيب شكرا يا سيدي، يا سيدي بارك الله فيك على اتصالك من اليمن، من بلاد القبائل العربية الأصيلة، بارك الله فيك. والآن الأخ عبد الواحد متصل بنا من المملكة العربية السعودية، تفضل يا أخ عبد الواحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. كيف حالكم يا أخ دكتور محمد؟ الحمد لله يا أخي بخير، إن شاء الله أنت كويس. أول شيء الحمد لله أني حصل لي الفرصة وقدرت أشارككم في الليالي العمرية، حقيقة 12 حلقة كنا نتمنى نشارك معكم في الأيام اللي مرت، والحمد لله حصل وأنا كلمناكم. ولين في حقيقة عندي نقطة بوضحها لك، اللي هي أنه الحمد لله عندنا في الحكومة السعودية في من أقر مناهج التعليم كتيب صغير يعرفون المشايخ عندك، اللي هي كتيب اسمها صور من حياة الصحابة. كان الكتيب هذا لا فيه اختبارات ولا فيه أي شيء، وكان يعرض صور حياة الصحابة، وكان أحب مادة عند جميع الطلاب سواء في الأقسام، هو يدرس من السنة الرابعة ابتدائي، وكان من أحسن الحمد لله الكتب. لما مرينا بسيرة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت يعني زي سيرة البطولات، سيرة بطولات يعني فتوحات وبطولات، فكل يعني كل شاب وكل يعني حتى كل يعني يتمنى أن يكون فيه من عمر بن الخطاب. يعني نحمد الله ونشكر، هذا شيء يعني يسجل لنا في الحكومة هنا أنه ندرس هذه السيرة. ولكن النقطة اللي أبغى أوضحها أو اللي أبغى أستفسر عنها، اللي هي ليش ما يقر الصور من حياة الصحابة هذه في الدول العربية، يعني في كتب الدين وعرض صور حياة الصحابة؟ أظن في أكثر، أظن في أكثر الدول العربية أظن فيها يعني فصول في التاريخ الإسلامي كله عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وتاريخ الإسلام. وعلى كل حال نعم، إن شاء الله اللي يسمعوك الآن من وزراء التربية ومن القادة العرب الآخرين يستفيدوا أيضا من ملاحظتك، إذا لأنه كل أمة لازمها يعني تستند إلى تاريخها وتهتم به وتحتفي به. نتمنى والله يا دكتور. يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وإحنا سعدنا بأنك حصلت الخط، لأن هذا من حسن حظنا سمعنا صوتك في البرنامج. بورك فيك وربنا يوفق لكل خير. الأخ مكي ثم نعود للاستوديو. الأخ مكي تفضل. ألو، السلام عليكم. هلا يا أخ مكي. وعليكم السلام ورحمة الله. الدكتور محمد لاشمي وضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا مرحبا. الله يبركاته. والله نحييكم على هذا البرنامج وهذه البرامج الجيدة، صراحة إحنا متابعين وكنا نتمنى من زمان أن تكون هذه البرنامج موجودة، ولكن عندي مداخل لو تسمحوا لي. تفضل. الله يفضل عليك. بالنسبة للصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، هؤلاء كلهم إن شاء الله أزهار النبي صلى الله عليه وسلم وأرحامه، فواجب لما ذكرهم نترضى عليهم ونقول لهم رضي الله عنهم. فمش معقول مثلا احتراما للنبي ولسابقتهم في الإسلام إننا نذكرهم مجردين من الأسماء. أما بالنسبة للدكتورين، الدكتور حنين والدكتور العريفي، أتمنى أنهم لما ذكروا التاريخ والبلدان أنهم يذكروا مسماهم الحالي، يعني مثلا بلاد فارس اللي هي بلاد إيران وأصفهان، وما أصفهان هذه تذكر بأسماءها الحالية عشان المشاهدين يعرفوا يعني المواقع ويتخيلوا. طيب كمان رجاء ثالث اللي هو مثلا كتابة الاسم، اسم المتصل يكون أفضل يعني. طيب يا أخ مكي، على كل حال يعني وأنا أذكر كل اسم كل متصل باسمه، ونشكرك على اتصالك بينا ونقدر لك اتصالك، يعطيك العافية وبارك الله فيك. أنا أقرأ لك من الخطاب اللي وصل لي أبي عبيدة في روايتين، أعطيكم رواية من الروايات، الرواية اللي عملها الأخ المغلوث، والخطاب أيضا يشبهه تقريبا، موجود في 575 في كتاب الدكتور الصلابي أيضا إن أردت الاطلاع عليه بالتفصيل. قال عمر الخطاب بعث هذه الرسالة إلى أبي عبيدة عمرو الجراح، قال له من عبد الله، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة عامر ابن الجراح، سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد وليتك أمور المسلمين
فلا تستحي فإن الله لا يستحي من الحق، وإني أوصيك بتقوى الله الذي أخرجك من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى، وقد استعملتك على جند خالد فاقبض جنده واعزله عن إمارته، ولا تنفذ المسلمين، لا ترسلهم إلى هلكة رجاء غنيمة، ولا تنفذ سرية إلى جمع كثير، وغض عن الدنيا عينيك وألهي عنها قلبك. صعب يا سيدنا عمر، هذه حكاية صعبة جدا، وإياك يعني لكل واحد يخاطبها الخطاب، وإياك أن تهلك كما هلك من كان قبلك، فقد رأيت مصارعهم وخبرت سرائرهم، وإن بينك وبين الآخرة ستار الخمار، وكأني بك منتظر سفرا من دار قد مضت نظارتها وذهبت زهرتها، وأحزم الناس من يكون زاده التقوى. أول حاجة، شو تعليقك أنت دكتور محمد عريفي على الرسالة دي نفسها لغة ومعنى وبيانا؟ كيف تعليقك عليها؟ دي تحفة في العربية وتحفة في رسائل الحكام والملوك. أحسنت، أنا لي تعليق طويل، لي تعليق طويل حول ما يتعلق بقصة عمر مع خالد رضي الله تعالى عنه، وذلك حقيقة أن بعض الناس اتخذها تكأة لأجل أن يقع في الصحابة رضي الله تعالى عنه. عموما عمر قائد وله آراء، يستطيع أن ينفذ آراءه، ما أحد يستطيع أن يقف أمامه إذا كان رأيه هذا غير مخالف للشرع، إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى في سماءه. هذا شيء. الشيء الثاني، كل قائد يستطيع أن يتصرف في بعض التصرفات، هذه التصرفات قد تكون صوابا وقد تكون خطأ، إن كانت صوابا وافقناه عليها، إن كانت خطأ نناصحه فيها، نذكره بخطئها، إذا كان الخطأ ليس فادحا، نفرض مثلا أن عمر رضي الله تعالى عنه أن عزله لخالد كان من الأخطاء التاريخية، لكنه لم يعزل خالد ويولي إنسانا عاديا من عامة الناس، يعني ولا رجلا يعتبر في القوة والقدرة مثل خالد أو قريبا منه اللي هو أبو عبيدة. النبي عليه الصلاة والسلام فعل أشياء أيضا تتعلق بالحروب عاتبه ربه عليها، يعني مثلا لما أسر الأسرى بعد معركة بدر فداهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى قريش قال تريدون أسراكم ادفعوا إلينا أموالا فنطلق لكم الأسرى، وبعض الأسرى الذي ما عنده مال قال علم 10 من أبناء المسلمين الكتابة والقراءة وأطلقك، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك وقال جل جلاله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ثم قال بعدها لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكان صلى الله عليه وسلم قد استشار أبا بكر واستشار عمر، فأشار أبو بكر بأن يأخذ الفداء، وعمر قال لا يا رسول الله اقتلهم، هذا أول لقاء بيننا وبين أعدائنا، اقتلهم حتى يعلموا أنه ليس في قلوبنا هوادة لهم عندما نتعامل معهم، وحتى لا يعودوا للحرب يحاربوننا، وهم عادوا بعد عام في أحد، كلهم عادوا بعد عام صحيح، وأضروا وألحقوا الهزيمة المسلمين. من ضمن القادة هؤلاء خالد رضي الله تعالى عند فتح مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقاتلوا أحدا بعدما دخل، وقال من دخل دار أبي سفيان آمن، من دخل المسجد آمن، من دخل بيته آمن، أعطى تعليمات معينة، فلم يكن هناك قتال كثير. خالد رضي الله عنه كان على كتيبة دخلت من جهة معينة من جهات مكة، دخل فإذا ببني جذيمة بين يدي بدأ يقاتلهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من ينهى، صار قصة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خالد قد قتل أكثر من 70 رجلا كلهم من المسلمين ولم يعلم أنهم مسلمون، خالد دخل فرآهم بالسيوف قد رفعوها وهم يقولون لخالد في الشوارع، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي ما يريد نقتله يا جماعة يدخل بيته، ما دخلوا بيوتهم لأنهم مسلمون، وخالد لا يعلم كانوا مسلمين في قريب من مكة أكثر من 70، فرفعوا سيوفهم وجعلوا يقولون صبأنا صبأنا صبأنا، معناها أسلمنا، خالد ظن صبأنا يعني كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ يستهزئون، فقاتلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يدي قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أبرأ إليك مما صنع خالد، إن في سيف خالد لرهقا، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ومع ذلك لا نذم خالدا، ودفع دية النبي صلى الله عليه وسلم، دفع ديات أولئك القتلى. أنا أعني بهذا يا جماعة أن القائد إذا تصرف تصرفا معينا أحيانا هناك أشياء عند القائد لا يستطيع أن يصرح بها أمام الناس، المصلحة العسكرية لا تناسب بأن يصرح بها أمام الناس. عمر رضي الله تعالى عنه لما بعث لأجل أن يعزل خالد وصل الكتاب إلى أبي عبيدة وكانوا في أوج القتال، أبو عبيدة المعركة شغالة الآن، صعب يأتي الخالد وهو القائد ويقول تعال يا خالد أنت ترى معزول وأنا مكانك، غير مناسب، والناس الآن في معركة والكفار أمامهم وأعدائهم يتربصون بهم الدوائر،
انتظر أبو عبيدة حتى إذا خف القتال، وكان يصلي وراء خالد، وأبو عبيدة هو القائد، خالد ما يدري إلى الآن. لما انتهى أقبل إلى خالد وقال: يا خالد، هذا الكتاب، أنت يعني من قادة المسلمين، وإنما نحن أخوان وقوام بأمر الله عز وجل. أعطاك كلام جميل. لو سمحت، الموقف هذا اللي هو هنا في هذه الصفحة، أن خالد علم حتى قبل أن يعلمه أبو عبيدة، وجاء يلوم أبو عبيدة. إن رأيت في الفقرة هذيك نفسها يقول له: يغفر الله لك، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك. فشوف لو تشوف الجواب شو قالوا بالله. قال: وأنت يغفر الله لك. الآن أبو عبيدة لاحظ يا أخي، ما في تنازع على الولاية. قال: وأنت يغفر الله لك، ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عندي غيري، وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله، ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله، وما سلطان الدنيا أريد، وما للدنيا أعمل، وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله عز وجل، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنيا، بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة، وأنه أوقعهما في الخطيئة، لما يعرض له من الهلكة، لما يعرض له من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل، وقليل ما هم. ودفع أبو عبيدة كتاب عمر رضي الله عنه إلى خالد رضي الله عنه، ثم أخذه خالد وأصبح جنديا من الجنود. خالد تكلم بكلام آخر أيضا في الحقيقة، هو كلام رائع، ويدل يا جماعة على صدق الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التعامل مع هذه الأحداث. اسمع ماذا قال خالد. قال أبو عبيدة في موقف آخر: قال: قد استحييت منك يا أبا سليمان، يعني أنا استحييت أني أخبرك. قال خالد: والله لو أمر علي طفل صغير لأطيعن له، فكيف أخالفك وأنت أقدم مني إيمانا وأسبق إسلاما، سبقت بإسلامك مع السابقين، وأسرعت بإيمانك مع المسارعين، وسماك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين، فكيف ألحقك وأنال درجتك، والآن أشهدك أني قد جعلت نفسي حبسا في سبيل الله تعالى، ولا أخالفك أبدا، ولا وليت أمارة بعدها أبدا. ولم يكتفي خالد بذلك فحسب، بل أتبع قوله فعله، وفعلا أصبح بعد ذلك رافعا لراية الله جل وعلا. طبعا هذا يدل يا جماعة أن الصحابة فعلا يعني كان الواحد منهم همه أن ينتصر هذا الدين، سواء انتصر بيدي، انتصر بزيد، بعمر، بخالد، بسعد، بأبي عبيدة، على أي واحد، أهم شيء أن تنصب راية الدين وأن يرفع علم الدين، وأن يصبح دين الله تعالى هو الظاهر، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف حال المسلم الحق، قال: رحم الله امرأ آخذا بعنان فرسه، كلما سمع هيعة هرب إليها أو قام إليها، إن كان في الساقة كان في الساقة، أهم شيء أني أنصر الدين، جعلوني قائدا، جعلوني مقودا، جعلوني في المقدمة، في المؤخرة، يمين، يسار. قال: إن كان في الساقة كان في الساقة، لو قالوا: أنت والله ما نجعلك في المقدمة، أنت كن في آخر الجيش، ما سقط من متاعنا أو ضعف عن من 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 جنودنا احمله معك، إن كان في الساقة ما عندي مشكلة، كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، لو قالوا: سيجتمع القادة وأنت لست أهلا أن تدخل معهم، ابقى حارسا لهم، ما يقول: لا، إما تجعلوني من القادة وأدخل أسمع ماذا تقولون، أو إيش، أقف حارس، أنا أشتغل عند أبوكم أنا، لا لا لا، ما كانوا يفعلون ذلك، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وقال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني لابس ثوبين فوق بعض لأنهما مخرقان، فيريد أن تغطي أن يغطي أحدهما فروق الآخر. قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا بره. يعني يا جماعة يا دكتور ودكتور وإخواني وأخواتي، ينبغي أن نعلم أن هذا الدين هو مثل الراية التي تنصب في أعلى جبل، إن أنا نصبتها أو أنت نصبتها أو زيد أو عمر أي أهم شيء أن نرى الدين منتصرا، أهم شيء أن يهتدي الناس، أهم شيء أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. لم يكن خالد يريد أن ينسب إليه العمل، وكم من إنسان يا جماعة كان قائدا لجيش ومع ذلك الأجر الذي ناله رجل من الساقة مما لا يعرفه أحد هو أعظم من الأجر الذي ناله القائد، وذلك لما قد يخالف نفس القائد أحيانا، لما قد يعني يدخل في هذه النفس من عجب أو رياء. المشكلة دكتور العليفي ودكتور ناصر والسادة المشاهدين الكرام، أن ما أوتي الإسلام في تاريخه، ما أوتيت بلاد الإسلام في تاريخها مثل ما أوتيت من غياب هذه الروح اللي تحكي فيها، صحيح. تروي عنها قصتها الآن، يعني كيف الأندلس حصل فيه
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهريح في انتفاخ صلوات الأسد. كل واحد عمل حاله أمير، منازع الثاني في أي شيء، ما فيش انقياد للمبادئ وللقيم ويتنازعوا. وطبعا لذا ولا ربنا قال لهم الحكمة ولا القول الحق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. شوف السودان في هذا العصر كيف الآن، 50 سنة من استقلال، فتن وحروب، أهل الشمال المسلمين لوحدهم، حزب الشيوعي، الإخوان المسلمين، الحزب الأمة، حزب الاتحاد الديمقراطي، سنوات كاملة، 4 سنوات حكم أحزاب، 6 مش عارف كم سنة حكم عسكر، وتنازع، واللي يتنازع مع الثاني يروح يمشي يطلب دعم من أي مكان في الدنيا، حتى مع البلدان اللي تكون خصيمة 100% لبلدهم، لكن ما يهمه. يعني زي هذا مثلا خالد الوليد في الموقف ده سكت انت، طوالي بيروح يطلب المساعدة حسب، لو أخذ لك المثال لا. مثلا أقرب مثال لي الآن استحضره هو المثال السوداني، بيروح طوالي لأثيوبيا يطلب منها جيش، ولا الإريتريا يطلب منها جيش، ولا التشاد يطلب منها جيش، ولا الأمريكا يطلب منها جيش. فكم خسر المسلمون وما زالوا من عدم انقياد، خاصة النخب، الناس اللي عندها نفوذ وتأثير وموقع ريادة، إلى قيم تحكمها وإلى قانون، وإلى أن الأمر ليس فقط بالمنصب العام اللي تناله. ممكن الآن خالد وأبو عبيدة الاثنين ذكرهم عسل في نفوس ملايين البشر جيلا من بعد جيل. ولا والقصة أن خالد أصبح شهرة ضخمة، حقق انتصارات، وأصبح الناس يقول ما نعد بخالد شيء. يعني تصور، هي يعني ترى وجد ألم، هو بشر يجد ألم في بيته، لكن غالب نفسه لمصلحة الأمة. ولا أمر هين في نظر عمر. عمر رضي الله عنه ترى بالجانب الآخر ما قاعد ينظر لعواطف الناس، والله اللي يحبه فلان أو فلان، نظر للأمة. ولذلك إيش قال لما جاء إلى الجابية، اعترضوا عليه الصحابة وكانوا يتجرؤون أن اعترضوا على عمر. فهذا أبو عمر ابن حفص بن المغير، وهو ابن عم خالد بن الوليد، إيش قال أول ما بدأ عمر الخطاب؟ شوف كيف يتنازل ويتواضع مع الصحابة. قال إني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد، إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين. شوف إيش هدف عمر. عمر يعني هو أقول رأفة بكم، أنا عزلته على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان، فنزعته وأمرت أبا عبيد بن الجراح. قال أبو هذا عمر قال والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب، لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت لواء نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم. فقال عمر الخطاب إنك قريب القرابة، يعني أنا أعذرك، وذلك ما عنفه ولا ضربه، يعني هو يشعر بألم في نفسه. قال إنك قريب القرابة حديث السن مغضب في ابن عمك. قال أنا أعذرك ما في، لكن هذه مصلحة المسلمين. وفي موقف جميل، هو طبعا عزلين كما تذكرت، نعم، ثاني حصل حتى حوار بين الاثنين، نعم، وتحقيق طلع منه نظيف خالد بن الوليد، نعم. لكن في العزل الأول اشتغل كما تذكرت الآن خالد بن الوليد تحت قيادة أبو عبيدة، نعم، في الشام، وفي معركة من المعارك اللي هي هذه قن نسرين، نعم، فتحها خالد بن الوليد فولاه أبو عبيدة عليها، وكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يصف له الفتح وبلاء خالد فيه. فقال عمر قولة جميلة ومشهورة، قال أمر خالد نفسه، هذه الصفحة 446، صحيح، أمر خالد نفسه رحم الله. شوف بلاي يقرأ لها التعليق الجميل يا دكتور العريف، لأنه شوف من تذكر في هذا الموقف، هو كان أعلم الرجال، رحم الله أبا بكر، تذكر أبا بكر الصديق، هو كان أعلم بالرجال مني، اعتراف بالحق، أمر خالد نفسه. صحيح. عموما من أكبر أسباب عزل عمر لخالد رضي الله تعالى عنهم جميعا، عموما هذه يا جماعة أمر مضى وانقضى، لكن نحن نذكره من باب يعني الرد إن صح التعبير على من يتنقص عمر لأجل ذلك أو يتنقص خالد. إحنا نذكره كمان لأن نحكي في التاريخ، مثل تاريخ ذيك المرحلة، تاريخ ذيك المرحلة نعرضها لابد أن يحلل. صحيح يا راجل، اسمعني، الجماعة بيعملوا، أقول لك أنا حاجة عشان ما نكذب، الناس يجيبوا تاريخ أم كلثوم، مسلسل مشهور اسمه ايش، واحد من الملحنين يقول لهم كلثوم انا اللي صنعتكم مش عارف ايه، وناس تحكي فيها وقصص وتكتب مقالات، نحن تلوم علينا نجيب تاريخ عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وبعد عن الجراح؟ مع احترامنا للفنانين كلهم والجماعه دي، قصدي احكي لك انه احنا في التلفزيون، نعم، في تاريخ الكوره، تاريخ منافسات بطوله الخليج عندكم انتم، عملتوا لنا بها كانكم وصلتوا المريخ، فنحن الان نحكي عن تاريخ حقيقي. ما عجبك النصر اللي لا لا، مبروك عليك، مبروك عليك، بقصدي بتاع الخليج ما ترشحتم لكاس العالم، مبروك ينضبطوا. فنرجع اذا نحن نحكي في تاريخ الخليفه عمر بن الخطاب
ونحكي عن مرحلة مهمة في تاريخ البشرية كلها. عموما أنا في نقطتين يوجد نقطتان مهمتان ذكروا من ضمن الأسباب اللي جعلت عمر رضي الله تعالى يعزل خالدا أن الناس خالد رضي الله تعالى كما ذكروا في تاريخه قالوا إنه حضر أكثر من 100 معركة كلها انتصر فيها ما كان عنده شيء اسمه هزيمة فخشي عمر أن يتعلق النصر باسم خالد وأن يصبح الناس وهم يقاتلون إذا كان خالد قائدنا معناه أننا منتصرون وإذا لم يكن خالد هو القائد معناه أننا منهزمون فخشي خالد على عقيدة الناس خشي عمر على عقيدة الناس بدل ما تتعلق بالحي الذي لا يموت جل جلاله وأن النصر بيد الله يقولون ما دام خالد موجود إذا انتهينا مثل ما وقع في حنين ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين انظر إلى لجأ المسلمين في بدر لما جاء 317 رجلا أمام 1300 من أعدائهم وصار عندهم نوع من الخوف والوجل كيف الآن أمام 1300 فبدأوا يستغيثون ربهم يستستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم لكن في حنين لما جاءوا 12,000 رجل بدأ بعضهم يلتفت إلى بعض ويقول لن نغلب اليوم من قلة فجعلهم الله تعالى ينهزمون في البداية حتى يعلموا أن التوكل عليه ما هو على قوتكم فأراد عمر أولا أن يعلم الناس أن النصر ما هو بيد خالد يا جماعة ها أنا وليت أبا عبيدة وبرضو انتصرتم أنا أولي المثنى بن حارثة وبرضو انتصرتم هذا شيء الشيء الآخر صفاء النفس وتعلق الأسباب بالله جل وعلا وحده هو الذي ينبغي أن يزرع في قلوبنا جميعا لما بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في إحدى ليالي الحديبية فأصابه مطر بالليل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر كما في حديث زيد بن خالد الجهني ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم فقال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب وأصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بالكواكب قالوا كيف يا رسول الله؟ قال أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا اللي قال عشان النجم طلع جانا مطر فهذا مؤمن بالكواكب كافر بي ما علق الأمر بي أنا وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلق الناس وما يأتيهم من نعم به وحد بالله وحده هذه ممكن هذه يكون باب العزل الثاني نحكي عنه عشان نخلص اليوم من قصة هذه اللي هي في 448 عند الدكتور الصلابي ممكن جهزوا لنا عبال ما ناخذ من مداخلة بالأخت زينب والأخ سعود متصلين بينا أيضا الحديث بينكم وبين السادة المشاهدين طورا بالطور الأخت زينب في فرنسا أهلا وسهلا بك مرحبا أهلا وسهلا فيك سيد الهاشمي والسلام عليك وعلى ضيفيك الكرام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكرك على هالبرنامج الطيب عن الصحابة وصراحة هي أول مرة أتصل وشوية مرتبكة ولكن البرنامج شيق جدا وممتع إلى أبعد الحدود عندي فقط ملاحظتين أحب أن أقولها الأولى هي أنه أدعو من برنامجك هذا اللي هو منبر لكل العالم أنه الأخوة العلماء الموجودين عندك وكل علماء الطوائف الأخرى لا يقولوا غير كلمة أنه نحن مسلمون يعني التصنيف أنه فلان من معينة والآخر من مذهب آخر أعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعب وتغرب وتشرد وقتل من أهل الكثير ومن الصحابة لإعلاء كلمة هي كلمة إننا مسلمون على مذهب سيدنا إبراهيم عليه السلام طبعا هو تنفيذ صعب ولكن أتمنى أنه يباشروا به العلماء حتى يباشروا به الناس من بعدهم هذا طلب أتمنى أن يكون يعني مسموع للعالم كله الشغلة الثانية اللي أحب أنه أقولها كوني مسلمة ليست على أي مذهب وإنما مسلمة أتبع أعبد ربي وأتبع سنة الرسول وأحب الصحابة أجمعهم يعني أنا مستمتعة جدا بما يقال الآن وما سوف يقال في الحلقات القادمة وعن الصحابة الآخرين حابة أسألك أنت سؤال حاليا نتحدث عن سيدنا عمر رضي الله عنه والعلماء الموجودين يعني عفوا في هالكلام هذا يعني ما أحب أذكر هاي الكلمة إنه يقال إنهم علماء من السنة فماذا سوف يعني في الحلقات الأخرى عن عثمان بن عفان عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من سوف تستدعي هل أطراف من السنة أو من الشيعة هنا راح توقع أنت في مشكلة كبيرة جدا كأنك صنفت عمر والبقية لعلماء معينين أو لطائفة معينة وعلي وعثمان يمكن سوف يكونون ضيفين هم نفس الضيوف في عثمان بن عفان ولكني متوقعة ومتأكدة أنه في حلقة علي بن أبي طالب سوف تكون لعلماء آخرين
أنا أتمنى أنه يعني يكون عمر سيرة لكل الطوائف وعلي سيرة لكل الطوائف، لا تفريق بين أن عمر لفلان وعلي لفلان، وهذه جماعة تحب أبا بكر أو عمر أو علي وهذه تحب فلان وفلان وفلان. وأعرف أنه أنت عندك الحق في التقسيم، لأنه لو جمعتهم جميعا ما راح تخلص طبعا من النقاشات والتضاد بالكلام والمشاكل قد يعني تحدث كما حدثت في سيرة سيدنا جعفر الصادق. طيب يا أخت زينب، على كل حال أول شيء أشكر جزيل الشكر على اتصالك ومساهمتك مساهمتك في البرنامج. انتم في العراق تقولوا مساهمتش، واحنا في المغرب العربي من مش قادرين على التغيير هذه الشين. يعطيك العافيه، وان شاء الله ربنا ييسر كده ونوصل ايضا للمرحله مرحله الخلافه الراشده يعني في عهد الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، كما زي ما يقولوا المصريين يحلها حلال وقتها ان شاء الله. لكن ناخذ من على مذهبك انت هذا اللي هو مذهب صحيح، ناخذ من علماء المسلمين، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن سنيا ولا شيعيا، واصحابه لم يكونوا سنه ولا شيعه، كان يعني اركان الاسلام اللي الحمد لله حفظوها لانها معروفه عندهم في عقيدتهم، وفي انه بعد الشهادتين وقواعد الايمان الاخرى الصلاه والصوم والزكاه والحج والحاجات المحرمات معروفة، لا تقرب الخمر ولا الزنا ولا سرقة ولا شهادة الزور ولا الحلف بالباطل ولا أكل مال اليتيم ولا القتل ولا غيره، والباقي كله اللي ربنا حلله مباح إلا إذا كان جاء نص يحرمه. فهذه قواعد معروفة، هي يسرها وبسطتها هي اللي خلت حسب أكثر المؤرخين جعلت الناس في تونس في بلدي أنا اللي جيت منه وفي الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا وفي السنغال بسرعة يقبلوا هذا الدين ويصبحوا هم نفسهم يعني من الدعاة إليه في مشارق الأرض ومغاربها. فإن شاء الله من خلال قصص هؤلاء الناس نفهم، أنا يهمني أن نفهم، إحنا برنامجنا مش برنامج ديني بهذا المعنى، إحنا برنامجنا تاريخي ثقافي علمي موضوعي، نفهم بس كيف تغير وجه التاريخ في تلك الحقبة المهمة من تاريخ الإنسانية. أما الدكتور ناصر يقول اللي هو بده إياه، أنا إنسان أنا أخت زينب أنا أشكرها أن تقول استمتع وتأثرت بالحلقات، وهذا يدل على صفاء نيتها. لكن أولا نحن متعرض أي طائفة، نحن نتكلم باسم المسلمين ولا أدري من فين فهمت، يعني من أول بدأنا نحن نتكلم مع المسلمين. الأمر الثاني هي تتمنى تقول أن يخاطب جميع الطوائف في الحلقات القادمة، إذا كان نطبق قاعدتك نحن مسلمين ولن يأتي إلا إن شاء الله مسلم، لن يأتي غير مسلم إن شاء الله. ونحن ما في إشكال. لكن الذي نحن وأنت نتفق وكل المشاهدين ولا هذا وكذا أننا نرفض مبدأ أحد يقدح في هؤلاء الكرام، في علي وفي أبي بكر وعمر وعثمان، هذا الذي نرفضه ونرد عليه، هذا الذي هو عدو للوحدة. وأنت شايف أخذ زينب لما أحد الإخوان اتصل قبل شوية وأراد حتى يعني بصراحة يعني هكذا يغير في روح الحوار للتهجم على مثلا حتى على الرئيس الإيراني، نحن نحكي في سياق حسنات ومناقب ليه مع أهله ومع ناسه، يعني ما تركنا احنا معنا إن شاء الله يروح الحوار هي محبة الجميع بصراحة. يعني لو أقول لك حتى كثير من السعوديين والعرب أيدوا المنتخب الإيراني في كأس العالم اللي فات لما لعب مع الأمريكان، أظن كان 2-2 ولا 2-1، كان يعني مباراة عجيبة وعظيمة. فالناس إن شاء الله اللي بيننا الخليج الإسلامي، لأنه مختلفين العرب يقول لك الخليج العربي ولا الفارسي، ففي مقترحات قال سموه الخليج الإسلامي لأن هذه الرابطة القوية اللي تجمع الجميع. الآن الأخ سعود متصل بنا من السويد، تفضل يا أخ سعود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشكر لكم هذا البرنامج يا أخ محمد، والحقيقة سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه سيرة عطرة، لكن حبذا لو نستلهم من تلك السيرة العطرة أن يكون عمر بن الخطاب قدوة حسنة، أن دائما نذكر سيرة عمر بن الخطاب ونطبقها على الأرض على الواقع يا أخ محمد. وسؤالي لضيوفك، كيف كان عمر بن الخطاب ينتقد علنا وفي المسجد ويعترض عليه وكلنا يذكر حادثة الثوب أو القماش حينما حاججوا عمر وقالوا له لا سمع ولا طاعة، والحادثة الأخرى حينما قال صدقة المرأة وأخطأ عمر. والآن لا يجوز أن ننتقد ولاة الأمور علنا بالسر، فهل هؤلاء أفضل من عمر مثلا، علما أن عمر لا يمتلك لا الروتانا ولا الـ NBC
ولا يمتلك أي شيء عمر بن الخطاب. فلماذا لا يكون عمر بن الخطاب قدوة لنا؟ هل هؤلاء أفضل من عمر يا أخ محمد؟ طيب سؤالك واضح. بالنسبة لروتانا وام بي سي ما ندخلهمش في الموضوع بأسمائهم لأن ما نعرف أنا أصلاً من ملكهم. ما أنا بصراحة ما عندي فكرة دقيقة يعني الأشخاص اللي ماسكين أسهم الشركتين هذو ما بعرفهم، ولذلك يعني حتى ما يدخلهم في الموضوع. يعني أنت تقول بعض القنوات الفضائية أو غيرها ولا روتانا وام بي سي أصحابهم اللي مالكينهم يعتقدوا أنهم يقدموا في خدمة مفيدة للأمة العربية والأمة الإسلامية، هذا هو اعتقادهم ومؤكد أنه هذا منطلقهم، ولا ما كانوا استمروا في تمويل هذه المحطات. ونحن هنا موضوعنا مش هم، موضوعنا هو عمر الخطاب. فكرتك الرئيسية من الاستفادة والقدوة فكرة مهمة، أما أسماء محددة يعني دائما أنا ما نحبذهاش في البرامج، تعمل لي مشاكل شوية أحيانا، نحن في غنى عنها. وزي ما قلت لك احنا لا نعرف من يملكها الآن في البرنامج، وإذا عندك معلومات دقيقة دينا بالفاكس حتى نكون عارفين. وحتى ذلك الحين احنا نحترم جماعة الإخوان اللي أصحاب ملاك هذه القنوات، وكل واحد عنده رأي بعدين في مضمونها من المشاهدين يا أحرار في التقييم. الأخ علي في بريطانيا مرحبا بك. أهلا وسهلا. يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صراحة تقوم ببرامج جيدة وممتازة. الله يسلم. سلمنا على الضيوف اللي بجنبك. أنا أود أن أنك توضح الكتب اللي استخدموا فيها الضيوف وحضرتك، نبو نعرف من اللي مؤلفها ومن اللي انت مدام قلت نبو يعني انت من ليبيا مش كده؟ طبعا. خليني عاد اعملك دعاية اضافية مجانية لليبيا بقى ووريك الكتاب هذا. ها انت تعرف الكتاب هذا ما تعرفه؟ انا اصلا ما نشوفش في التلفزيون امامي حاليا. ما ازاي انت بعد الحوار خلال طلعت من قدام التلفزيون ونتكلم عشان تكلم التليفون. اوكي فهمت. الكتاب اللي امامي على الشاشه هو عمر بن الخطاب شخصيته وعصره في جزء من تاريخ الخلفاء الراشدين، مؤلفه الدكتور علي محمد الصلابي من كتاب وعلماء ليبيا. يعني فعشان تكون عارف هذا مصدر من المصادر الرئيسية عندي وعند الضيوف الكرام. طبعا بالنسبة للسعوديين قلنا يعني انت الدكتور نافل طوالي قال لي سامي عمر لا الطنطاوي له فضل باهي سامي المغلوس عندنا الأطلس تبعه بتاع الصحابة، هذا هو سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوس، استخدمنا أيضا من كتبه من مصلون أمس. الشيخ الطنطاوي الله يرحمه مع الأخ ناجي الطنطاوي عندهم برضو عن أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر، وبعد بقية الأخبار تلاقيها طبعا في تاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير وغيرها متناثرة. السنوات كلها اللي حكم فيها سيدنا عمر بن الخطاب كخليفة للمسلمين. هذا الجواب على السؤال الأول. شكرا جزيلا لك. الله يعزك ويبارك فيك ويحفظك. شكرا بالسلام. الله يكثر من العلماء إن شاء الله في ليبيا أيضا لأنها بلاد طيبة وباهية. شكرا جزيلا. تسلم. الأخ إبراهيم في نيوكاسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أخي. أول شيء بنحب نشكر القناة على هذه البرامج الممتازة صراحة والحوار الصريح. وبنحب كمان نسلم على العالمين الجليلين ونشكرهم على هذا البرنامج والمعلومات اللي بقدموها لنا. الله يجزاك خير. يا سيدي بس سؤال بالنسبة للفتوحات الإسلامية، يعني من فهمي البسيط للموضوع أنه كان قصد المسلمين هو إيصال رسالة ومعلومات عن الإسلام، ولذلك كانوا أي جهة تمنحهم أن يوصل المعلومات للناس كانوا يقاتلوهم. إذا وصلت المعلومة للناس وما بدهم يدخلوا الإسلام بعدين يعني زي ما بقول في الإنجليزي it's up to them، يعني أنه يقبلوا الإسلام أو ما يقبلوه. فالآن السؤال يعني للعالمين الجليلين، في ظل وجود هذه الثورة من المعلومات الآن والإنترنت والتعرف يعني توفرية المعلومات الآن بشكل غير محدود، هل يعني هذا أنه الإسلام الآن عماله الفتوحات عمالة تمشي، وإلى أي حد يعني المسلمين مطالبين بأنهم يمشوا في موضوع الفتوحات يعني؟ وشكرا جزيلا. الله يسلمك. هو طبعا يمكن في الغالب أول شيء المسلمين محتاجين له هو الجو اللي كان في مجتمع عمر بن الخطاب، تعال الإنسان اللي قادر يتكلم مع الخليفة ويعبر عن رأيه رجل ولا امرأة ويأخذ حقوقه كاملة بالعدل. لأنه بصراحة يا أخ محمد يا أخ إبراهيم ما زلت معنا ولا مش معنا؟
يظهر لي يا أخي إبراهيم أنت خدت قطع أنك عارف كثير من المسلمين بصراحة يعني مرات للأسف يلاقوا حقوقهم إذا مشوا لبلاد غير المسلمين ولا يستطيعون الحصول على معشارها في بلدانهم هي نفسها. وفي بعض البلدان تتلاقي حاجات تحصل عجيبة يعني في عهد الاستعمار ما حصلت. يعني مرات الظلم والله من غير ما توسع فيها. ولذلك هو زي ما قال أحد الأخ سعود أظن هي فائدة هذه البرامج أنها تذكر المسلمين بقيم جميلة ونماذج حقيقية واقعية حصلت في تاريخ ممكن يقتدوا بها. ولا ايش رايك في الفكرة دي يا دكتور العريفي والأخ ناصر قبل ما ناخذ التليفون الثاني من جدة؟ في بالنسبة لذكر ثورة المعلومات أيوة. يعني نقول يقول هل تكشف عن الفتوحات؟ نحن نقول الإسلام جعل الجهاد وسيلة قد تتم بحسن الأخلاق بالدعوة بكذا فإذا تم شيء جيد. الأمر الثاني هناك شيء اسمه جهاد الدفع. يعني أنت بتدافع عن وطنك وعن بلدك. لأن بعض الناس يقول خلاص يكفي أنك تدافع عبر منبر سياسي. نقول لا، عدو محتل يضرب عليك بمئات القنابل والأطنان، شرع لك أن تدافع عن بلدك وعن دينك وعن هذه كل الشرائع الأرضية تكفلت بها وعلى رأسها الإسلام. لكن قضية إني كل الشرائع السماوية أنت قلت كل الشرائع الأرضية على رأس الإسلام، هي الشرائع السماوية والأرضية. نعم أحسن جزاك الله خير. وثورة المعلومات هذه نقول هي وسيلة ضخمة يعني فعلا توصل ما تستطيع لها من رسالة الإسلام وأخلاقه وعدله. بل أنا أقول حتى في المعاملة مع الناس الصدق، حتى الجاليات اللي تأتي للغرب ينبغي أن تكون عندها صدق وعندها أدب واحترام مع كل الناس حتى تبلغهم الدين بأخلاقك وتعاملك كما فعلوا المسلمين لما دخلوا تلك البلاد. مع أنه ثورة المعلومات تقول المنظمات الدولية أن أكثر البلدان اللي ممنوع فيها الانترنت ومضايق فيها الانترنت هي البلدان الإسلامية نفسها لأنها خايفة من حرية المعلومات. طيب نسمع صوت من جدة الأخ محمد صالح. فضل يا أخ محمد صالح في جدة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا أخي. أشكرك يا دكتور وأشكر الشيخين الفاضلين على تقديم هذا البرنامج الصريح. وأنا لي استفسار يا دكتور أو ملاحظة. أتمنى من الشيخين أو منك دكتور إن تجيب من علماء الشيعة ومن علماء السنة أو علماء المسلمين، إحنا كما أشرت أنت علماء هم المسلمين، لكن من الذي يمشي على الكتاب والسنة؟ فهناك أقرأ في كتب للشيعة في هناك سب لبعض الخلفاء الراشدين، وفي هناك يعني جدح في بعض الصحابة، فلماذا لم يكون هناك حوار صريح مع هؤلاء الناس؟ إما أن يقتنعوا أو يقنعونا أو أننا نحترم الخلافات يعني الموجودة في التاريخ هذه بين الناس ونقول إن شاء الله ربنا يلهمنا جميعا الصواب. على كل حال أديك جواب من عند الأخت زينب رجعت على الخط. فضل يا أخت زينب. العفو السيد الهاشمي. أنا يمكن حبيت ألو فضلي فضلي. أنا حبيت أنه أكمل حديثي لكن ظهرت كنت تتكلم وما تسمعني. أنا حابة أنه أقول لك أنه الصحابة الخلفاء والصحابة الكرام كلهم، لأنهم الصحابة مش فقط الخلفاء الأربعة، هم كلهم زهور وكلهم ملكي أنا، يعني مثل ما نقول مثلا أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وكل الصحابة وخالد هم كلهم لي، مثل ما يكونون هم كلهم لكل المسلمين. هذا أتمنى أن يكون شعار لكل مسلم. وأتمنى مثل ما قلت لك يعني أنا دائما أسأل هل أنت مسلمة أقولهم إيه، فيقولوا لي من أي فئة أو من أي طائفة، أرد عليهم والله يشهد علي إلا بعد إلحاح يمكن يعني قوي، فأبين لهم أنه أنا من أي طائفة أو من أي من يعني نسبي إلى من ينتمي. أنا نسبي طبعا ينتمي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن دائما جوابي إلى أي طائفة أنت أو إلى أي مذهب، فأقول أرد عليهم وأقول أني مسلمة. هذا هي الرسالة اللي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم واللي تعب حتى يوصلها للمسلمين كافة. أما بالنسبة للسب اللي حكى عنه الأخ اللي من جدة، أنا أتوقع أنه هذا شيء مدسوس لفرض الكراهية والتفرقة بين المسلمين، لأن هم الصحابة بيناتهم كانوا يعني متماسكين إلى أبعد الحدود ومتحابين إلى أبعد الحدود. بالإضافة إلى هذا من خلال برنامجكم صار نقاش بيني وبين صديقة لكيفية أن البرنامج ممتع ومشيق، وكثير من الناس يعني يجلسون أمام التلفزيون حتى يشاهدوا هالبرنامج الجميل هذا. قالت أنه الخلفاء الراشدين وضعوا بهالتسلسل لأنه مثلا أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان وعثمان أفضل من علي، ولكن ردي كان عليها أنه هم كلهم يتسابقون
للفوز بالجنة وللتضحية من أجل أنه يفوزون الفوز الكبير. لا توجد أفضلية بين عمر وأبو بكر وعلي وعثمان والصحابة أجمعين رضي الله عنهم إلا بالتقوى. طيب. منهم من جاهد بنفسه ومنهم من جاهد بشجاعته واستبساله وكلهم طيب. جاهدوا بطرق مختلفة. طيب من بس من منبرك اسمح لي أنه أنت والعلماء الأفاضل وكل العلماء على وجه الكرة الأرضية عندما يسألوا يقالوا نحن مسلمون فقط نقطة ستوب بعد ما حد ما يتكلم عن المذاهب. وصلت الرسالة. أرجي لا بجيك دكتور ناصر. وصلت الرسالة وعلق عليه بعد شوية. تسلمي يا أخت زينب بارك الله فيك. الأخ رضوان معنا أيضا على الخط. فضل يا أخ رضوان. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أريد أن أوجه نداء إلى كل المسلمين أن على كل المسلمين إذا ذكر عمر صلى الله عليه وسلم أن يسجدوا سجدا شكرا لله لأنهم رزقوا برجل مثل عمر رضي الله عنه. ولذلك قال أحد الصالحين اذكروا عمن لأنكم تذكرون العدل وإذا ذكرتم العدل فإنكم قد ذكرتم الله سبحانه وتعالى. وشكرا والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خط أنا أبغى أسأل. نعم. بس أخذ زينب الخط. أخذ زينب أخذ زينب أظن راح خطها ولا مازال. لا طيب أنا بس الكلام اللي تذكره. بس إحنا قبل ما ندخل في هذا. طيب. هذا قبل ما نجي. طيب. يعني بس كنت طلبت من الشيخ العريفي يجهز سبب العزل الثاني. هل جاهز عندك ولا ما جاهز؟ جاهز عندي سبب العزل الثاني. أعطيني بس. بس عندي كلمة لزينب. يمكن أنها أهم. يا أخي الله سبحانه وتعالى فضل بين الملائكة وفضل بين الرسل فقال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالملائكة الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس. نحن جميعا مجمعون على أن جبريل ميكائيل إسرافيل أفضل من بقية الملائكة. هذا ما في كلام. أفضل من الملائكة الذين مثلا يراقبون أعمالنا من الملائكة الذين يكتبون أسماء الناس يوم الجمعة إلى غير ذلك. كما قال سبحانه وتعالى أيضا نحن متفقون جميعا على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء. إبراهيم عليه السلام أيضا سيد من سادة الأنبياء. أولو العزم من الأنبياء هم أفضل من بقية الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى غير ذلك. فلا يعني غروة ولا منقصة لما نقول مثلا أبو بكر جاءت الأحاديث والآثار والآيات على أن أفضل من بقية الصحابة مثل ما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثل ما سماه الله سبحانه وتعالى بصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا في القرآن وسيجنبها الأتقى قيل هو أبو بكر والأحاديث الكثيرة التي تدل على فضيلة أبي بكر ثم بعد ذلك عمر ثم عثمان ثم علي طلحة الزبير بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبعدين يا جماعة ترى القمة تحتمل أن يدخلها قوم كثير. لماذا نقول ما دام أبو بكر أفضلهم معنا البقية ما هم مضبوطين؟ بالعكس لكل الصحابة فوق رؤوسنا. فلا ينبغي حقيقة أن نغضب من ذلك. هذا شيء. الشيء الثاني نحن جميعا نفرح حقيقة أن نسمى بالإسلام وأن ننتسب إليه ونحب إخواننا في كل بقاع الأرض بلا استثناء. وأنا ضد أيضا من يصنف الناس بمذهب ومذهب ومذهب. نقول كلنا نؤمن بالكتاب والسنة، كلنا نعتقد أن القرآن حق، أن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن القرآن غير ناقص، أن الصحابة عدول كما نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في القرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وغير ذلك من الآيات التي تدل على رضا الله تعالى عن الصحابة جميعا. نعتقد أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. نعتقد أن الصحابة أيضا نمسك ألسنتنا عما وقع بينهم من خلاف ونقول هذه فتن قد عصم الله تعالى منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. نعتقد بأن اليوم الآخر قائم، بأننا سنحاسب يوم القيامة، أن هناك جنة. إذا اتفقنا يا جماعة على هذه الأصول فالواحد يسمي نفسه ما شاء، كما أننا عندنا الآن شافعي حنبلي مالكي وكلهم متفقون على أصول واحدة. هذا فيما يتعلق بالتعليق. هي تقول أن هذه أمور مدسوسة. أنا أتمنى وأفرح وأن احنا نتبرأ جميعا ممن يكفر الصحابة ويتنقصهم. وأنا أقول لها بس لو كما أنت يعني ما تمسكوا في حكاية تبدو ليش ده واحد منكم ما قفل جوال واحد. لا لا ما هو جوال هذا. طيب الجهاز أبعى أكون في حد بعث لك رسالة ولا حاجة في البرنامج. لا يا دكتور ناصر هذا ليش الكتب والرابط كمان من مرايا عامل حق يعني يعني كمان الحرص على مرات إبراز نقاط احتكاك أو اختلاف لا هي وجعلها أصل العقيدة ما عمل لا معليش بس معليش في الحوار يكون منطقي وموضوعي. لما تقول هذه أمور مزورة ومدسوسة أنا أتمنى بس الطرف الآخر الذي يقدح ويكفر ودخل بعضهم وقال أؤلف مثال عمر هو يتبرأ
دعوه يتبرأ من كتب هذه. صحيح. كتب موجودة، لماذا نغمي عيوننا يا دكتور هاشمي؟ هذا نحن نتكلم عن سراب، لابد نكون موضوعين. هناك كتب ألفت موجودة، يعني كلامها معقول، لأنه معقول بس أصل الإسلام هو أصل الهوية دي ممتاز. الإسلامية أنا يعني معها، الانتماء الإسلامي أنا هي تقول مزورة. النبي عليه الصلاة والسلام كان، النبي عليه الصلاة والسلام كان سني ولا شيعي؟ مسلم. وهو امر باتباع السنه. نبغى الناس يصيروا اسلامهم مثل اسلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل كان يصب اصحابه؟ النبي ما كان يصب اصحابه. نحن نتكلم عن الكتب التي الفت الان وفيها قدح الصحابه دفاعا لاجل وحده المسلمين، تبرأوا منها. بس هو ما قالش فيها كان العقيده النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول فلا تسبوا اصحابي. لا، لكن ما قالش انه ايضا امنوا بالله ورسوله وكتبه وكذا وصحابه لا بس القران. يعني انت القران انا اضبط القران. ليش مو ده صوت البرنامج؟ أنا انتهى الوقت. الله الآيات التي جاءت في فضل الصحابة. نوافق نوافق نوافق. لولا أن في موسيقى ولا كان قرأتها عليكم. شاهدين الكرام، يستمر الحوار إن شاء الله لعلنا يستمر الحوار حول سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. تصبحون على خير. بارك الله فيكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.